مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره من القاهره والناس. 25 يناير عيد الشرطه العظيم، عيد ابطالنا 56 شهيد في مواجهه القوات الانجليزيه، مقاومه لم ولن تمحى من التاريخ. يظل 25 يناير علامه فارقه لقوات الشرطه المصريه، للداخليه المصريه. ايضا 25 يناير هو تاريخ ثوره مهمه غيرت وجه مصر. صحيح يراها البعض ثوره قاصره لم تكتمل، يرى البعض ان 30 يونيو هو المكمل، ويرى البعض ان 30 يونيو ثوره مختلفه، ولكن تظل 25 يناير علامه فارقه في تاريخ مصر. يا كريمه يا عوض، مساء الخير. مساء الخير، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة ومصر كلها بخير، وشرطة طيبة. مصر بخير، واللي بيحبوا مصر وحابين ليها دايما الخير بخير، لأن مصر تستاهل مننا كلها إن احنا نقدم لها كل ما يجعلها توصل لخير، سواء كان ثورة في مجال الفكر، ثورة في مجال الاقتصاد، ثورة في مجال الاجتماع، في مجال السياسة، لأن السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة بتغير المسار الاجتماعي لأي شعب في الدنيا. عشان كده كل سنة وانتم طيبين. لكن 25 يناير 10 سنين أكيد اتغيرت فيهم الدنيا قوي، صح؟ صح. والثورة ما بتنتهيش، والثورة مش حدث في أيام، الثورة قائمة. الثورة في الشباب اللي كان الرئيس بيكلمهم النهاردة، اللي شاركوا في 25 يناير والأجيال الجديدة، أنهم يمدوا إيديهم لبناء هذا المجتمع. الثورة هي بناء، هي تنمية، هي أخلاق. الثورة هي أشياء كثيرة ما زالت في مصر محتاجة تغيير، محتاجة ثورة، ثورة فيها ثورات صغيرة، ثورات داخلية في نفوسنا جميعا، في مجتمعنا، في عيلتك، في شارعك، في حيك، في مدينتك، في محافظتك. الثورة امتداد ما بتقفش عند ناس بتخرج الشارع وبتقول يسقط يسقط، ولكن بتقول نبني نبني نبني. صحيح. صحيح، يعني الثورة كلمة ثورة مستمرة لتغيير الأوضاع للأفضل، بدءا من نفسك، لعيلتك، لبلدك، لشغلك، لكل الأشياء، لفكرك، ولأن ده بيغير كتير. على فكرة يعني يمكن 25 يناير فكرتني بحدث خاص مع خيري تحديدا، لأن أنا أتذكر أن كان عنده تعليق قال أوكي حابب تغير الأوضاع غيرها، لكن خليها 26 يناير 27 يناير بلاش 25 يناير. ليه خيري كنت بتقول كده؟ دي كان قبل 25 يناير بأيام، وكنا بنستعد لعيد الداخلية، عيد الشرطة، ولكن اتصنفت بسببها وقال لك فلول وإلحق وبتاع وحاجات كده، وأنا كنت شايف إن يا جماعة هذا العيد يجب أن يظل عيد مهما حصل، هو عيد. والثورة اللي انتوا بتدعوا إليها أو الخروج اللي بتدعوا إليه لا يتعارض مع دم ولادنا، ما هم اللي ماتوا دول اخواتنا واهالينا، فلازم نحافظ على دم اخواتنا باحتفال وباحساسه بدون ما تبقى في اي حاجه تانية، واعملوا ده تاني يوم تالت يوم رابع يوم. فقالوا فلول الحق فلول كده، يعني من الدعوه دي لعشر سنين اكيد مرت على كل واحد فيكم بشكل مختلف، وخصوصا ان العشر سنين دي مرت على مصر كانها 50 سنه. انت كنت فين؟ انا كنت برا مصر للاسف، يعني 25 يناير كنت بتشوفي الاحداث ازاي؟ الأول عايز أقولك على إحساس أكيد عاشه أي حد كان برا البلد في الفترة دي. أنا طول العشر سنين اللي فاتوا اللي احنا بنتكلم في التغيير اللي حصل فيهم في حياتنا ما كنتش موجودة جوا البلد الحقيقة، لكن أنا أتذكر 25 يناير إن احنا كنا بننام في الصالون علشان نتفرج على متابعين الأحداث من الصبح لبالليل، يعني بننام بناكل بنشتغل علينا. عايز أقولك إن كلمة إن أنا ابني كان موجود في مصر، وطبعا امي واهلي موجودين في مصر، ربنا يحميهم ويحفظهم، وده ابني الوحيد وما عنديش غيره يعني، فبالتالي فكره ان انا ام بدور على ابني ومصر امي بدور عليها، فانك بتدور عليها في بنقاء البنات والولاد اللي كانوا طالعين حابين يشوفوا مصر احلى، وبالاحداث يا ترى الدنيا هتوصل لحد ايه، يا ترى هيستجيب ازاي الجهات اللي الشباب بيحكوا معاها، يا ترى ردود الفعل هتبقى ايه. لكن بعد عشر سنين مصر شفتها لما رجعت كان عدى عليها 50 سنه، فيها حاجات عليت قوي، وفيها حاجات اتأزمت قوي، وفيها حاجات محتاجه الناس تعيد النظر ليها مره تانية، وفيها حاجات تليق بمصر قوي وحابينها قوي، وفيها حاجات يا ريت نعيد تقييمها مرة تانية، وخصوصا حالة الفوضى الداخلية اللي عند كل واحد فينا يرتب أموره، والفوضى في الأخلاق
رتب امورك. لكن بالنسبه لمصر شايفه انها بتبص لقدام، عندنا مشاريع كتير جدا كبيره، مازال الموضوع مستمر، ما وقفتش عند حد، لسه الدنيا بتتحرك. انت 10 سنين جوه البلد بقى خيري شفتها ازاي؟ سؤال صعب قوي على فكره. انا من الناس اللي يعني اتدست تحت رجلين واترفضت على الاكتاف. بقدر مش بتصدقي، مش قادر احدد وجهه نظر حتى هذه اللحظه بعد هذه السنوات بدون عاطفه، لان المشكله ان الناس بتنظر الى 25 يناير بعواطف، اما كراهيه شديده ورفض، واما حب وتهليل، ومش شايفين غيرها ومش شايفين اي حاجه حلوه بتحصل. انا لان انا كنت جوه الحدث، انا لان كنت ببقى داخل التلفزيون المصري وهو متحاصر بالاف، وثورة داخل التلفزيون وزملاء بيشتموا بيهاجموا ومطالب ان اطلع على الهواء، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي متشيلين على الكتاب بيقولوا يسقط يسقط خير رمضان، وانا بدخل بطرق ملتوية. انا اللي اتحصرت في هذه المدينة وحازم ابو اسماعيل والاخوان بره حاطين صورنا على الارض بيدوسوا عليها بالجزم، وكان ورانا قوة اللي هي قوة مستقبل مصر بتخلينا ندخل في عربيات تحت رجلين متداريين من ابواب خلفيه وندخل الهوا، وقوات الجيش والشرطه بتعتلي المباني وبنحدد طرق الهروب ازاي. انا اللي ما بقتش فاهم يعني هو اللي حصل ده ايه والهدف منه هيودينا لفين، فبقيت بحابب جدا وزعلان ان انا مش قادر انزل اشارك، وفي نفس الوقت خايف على البلد جدا. قراءه الثوره حتى هذه اللحظه قراءة بالنسبة لي قاصرة، هناك حقائق كتير ما ظهرتش. ليس لدي شك في أن الملايين اللي خرجوا كانوا بيسعوا لمجتمع أفضل وبيحبوا البلد دي، وليس لدي شك أن هناك من حاول استغلال الأوضاع نجح في أنه يستغلها، ولا أستبعد نظرية المؤامرة إطلاقا. هذه في الأحداث دي الرؤية الأمريكية تقسيم المنطقة وما قالته كوندوليزا رايس على الشرق الأوسط الجديد، كل ده ما كانش غايب عني، لأن أنا شفت البلاد بتتقسم إزاي وشفت اللي حصل في ليبيا وفي تونس حتى هذه اللحظة بندعو لها مش قادرة تقف على رجليها، وشفت سوريا واللي حصل فيها. فبقيت شايف ده كله مش متخيل إن احنا هنلم العتاد ونسيب بلدنا ونمشي. وإنت شخصيا شكلك بقى إيه بعد 10 سنين؟ أنا ما زلت أبحث عن الحقيقة، وكل اللي بحلم بيه حاجة واحدة طول الوقت، إن مصر ولادي تبقى أحسن من مصر اللي كنت فيها. شايف إن احنا بنتقدم في حاجات كتير قوي، وشايف إن عندنا أحلام كتير. عايز أقولك حاجة من الحاجات اللي أسعدتني جدا، حاجتين في 21. أولا شكل مجلس الشعب أسعدني وحس إن فيه بدايات تغيير، واحنا بنشتغل طول الوقت القنوات المعادية بتتكلم عن توجيهات للإعلام. ربما كان في وقت من الأوقات أنا ما كنتش بشتغل، بس أنا عايز أسألك سؤال، أنت بيجي لك توجيهات؟ لا، حتى هذه اللحظة وأنا أشهد أن ولا حاجة جات لي حتى هذه اللحظة، لا كلمة ولا أي حاجة، يعني شهادة للتاريخ يعني. وأنا أقسم بالله العظيم حتى هذه اللحظة لم يرفع أحد تليفون علي ويقول له قلت أو ما قلتش. اكيد جوايا احساس في ترتيب الاولويات ورؤيتي لمن يدير، ان احنا عايزين نحقق انجازات خطوات لقدام، فمش فاضيين للشد فينا. ما تشدنيش لورا دلوقتي حتى لو رايك صح، يعني ممكن يكون راي الاعلام صح، لكن في وقت من الاوقات كانت القراءه ما تشدنيش لورا دلوقتي، انا مش فاضي افض خناقه. انا عندي ازمات بره وجوه، انا عندي صد النهضه وعندي السودان وعندي ليبيا، حدودي كلها مفتوحه، وعندي ارهاب في سيناء، فانا مش فاضي اقعد اناقش اعلام، ومش فاضي تكلمني عن الحريه بمعناها الواسع. احيانا بتضحي بجزء من حريتك لما بيتك بيبقى في خطر. بس خيري اعتقد ان الاعلام اللي بجد اللي هو المهني المحايد لما بيناقش قضايا بيبقى مش علشان يشوه، بيبقى علشان يوصل الامور لمنطقه المنتصف، يوري الجانب الاخر اللي الجهات ما بتبقاش شايفاه. انا بتكلم عن رؤيه الاخر بقى اللي سايق القطر والطوب قاعد يتضرب عليه والقطر معرض انه يتولع، وانت قاعده تقولي له التكييف والله ضعيف شويه،
اللي البوفيه بطلبه ما بيجيش، هي الاولويات. هذا ليس معناه، ده انا كنت عايز اوصل لك ان بدات بوادر التغير اهي. مجلس الشعب بدا يسائل ويناقش ويقف ويعترض، واول مره الدوره البرلمانيه اللي فاتت ما شفتش وزير بيجيبوه ويقطعه ويناقشه ويرفضه، كنا نرى ان هناك شبه تنسيق. دلوقتي في تغير، فالتغير ده هينعكس على الاعلام شئنا ام ابينا. الجزء الثاني كلام الرئيس النهارده عن القرى المصريه. طول الوقت لما بسافر وانا من الفلاحين بروح المنصوره، كنت في الشرقيه، الناس بتقول احنا حلو قوي اللي معمول عندكم في القاهره، حلو الكباري والطرق وبتاع، هم مش عارفين ان القاهره بتستقبل 20 مليون يوميا، فانتوا بتعملوا ده، احنا في الريف لسه مش حاسين. فلما الرئيس النهارده اتكلم عن القرى المصريه وخلال 3 سنوات يعني الطرق تبقى طرق محترمة، يعني الصرف الصحي يبقى موجود، يبقى في مية نقية في كل بيت، كل ده مستقبل، دول أهالينا، دول حاجة 55-60 مليون مواطن. فلما يبقى ده جزء من الخطة يبقى احنا ماشيين حلو، يبقى احنا يجب أن نكون قوة دافعة في المشاريع اللي تساعد الناس. يبقى هي دي الثوره الحقيقيه اللي كانت محتاجاها مصر، ثوره التنميه. المهم ان كل واحد فيكم يسال نفسه وهو بيواجه نفسه بالحقيقه. انا شفت ال10 سنين دول الناس اتكلمت فيهم ازاي على مصر بره مصر، الاجانب اتكلموا ازاي والعرب اتكلموا ازاي، لان اتنقلت تقريبا في 6 دول. اللي عايز اقول لكم عليه ان الحقيقه مش سهل تقبلها. الجمل اللي بتتقال علينا احيانا من القيادات السياسيه صعب علينا جدا نقبلها، وبنحس بصعوبه في تقبلها، ان الوضع صعب ومحتاج انه يتصحح ومحتاج مننا شويه نتحمل. تشرشل قال ما عنديش غير الدموع والدم في اول وقوف لي في البرلمان، لما الحقيقه العاريه دايما صعب تقبلها. ويمكن الاسطوره الاغريقيه خيري اللي كل الناس احيانا بتقولها علشان تقول للناس فوقه ما تجملوش علشان ما تتخدعوش، بتقول ان الحقيقه هي كانت واحده ست راحت للناس عاريه، فكل الناس يعني استغربت جدا ودورت وشها عنها وما حبوش يبصوا لها اساسا. ايه الادب؟ لان اكيد ما كانتش حلوه. ايه الاسطوره دي؟ الحقيقه من امتى بتبقى حلوه؟ ايه الحقيقه المضروبه؟ من امتى جالك حقيقه حلوه؟ ايه الحقيقه العريقه المضروبه دي؟ لكن لما اتجملت وتزينت كل الناس حبت تتفرج عليها، لان شكلها الطبيعي كلنا مختلفين في شكلنا الطبيعي. يعني انا شخصيا بقعد على الارض وبحب اكل احيانا حاجات بايدي، وانا يعني بلبس جينز وتيشيرت وحياتي كلها ما فيهاش اي تجميل، بعيد عن شويه بتوع الشاشه دول الساعتين يعني عشانكم، بضحي برضو بالبرد وبالمكياج. شفت شمعه. كل سنه وانتم طيبين. ليله جميله في حديث القاهره، خلونا نشوف اهم ما دار من الامس وحتى الان في مصر العامره، مصر السعيده، مصر التي تتجه نحو المستقبل فاتحه ذراعيها بكل حب وصدق لكل ما هو جميل ومن اجل ابنائها. اتحاد الكرة يحدد 10 حالات كورونا شرطاً لتأجيل مباراتين لأي فريق بالدوري وعودة الحراس الأجانب للدوري الموسم المقبل. دي أهم أخبار مصر وأحاديث مصر من امبارح للنهاردة، لكن احنا النهاردة عندنا في حديث القاهرة موضوعات محضرينها لكم. يعني خلينا نبتدي من فكرة الرياضة واللي حصل فيها، ومن امبارح للنهاردة أكيد في أحداث كتير. النهاردة هنحاول نشوف من خلال بورصة الهوى إيه اللي حصل في الأحداث الرياضية وإزاي كانت مشاغل الرأي العام على مدار من امبارح للنهاردة، وخصوصا بعد المباراة الثانية في كرة اليد اللي خلاص عرفنا فيها إن احنا رايحين للدنمارك. النهاردة خالد البرماوي في بورصة الكلام هيحكي لنا عن الموضوع ونشوف فيه تفاصيل تانية، وكمان عندنا لقاء خاص مع زميل وصديق وكاتب وباحث ومحلل وهو ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى هيكون معانا النهارده، ابو يحيى العزيز الغالي بالحملات بتاعته اللي انا استعرتها منه، هيكون معانا النهارده عشان يكلمنا عن 10 سنوات من 25 يناير. ما الذي تغير؟ ما هي قناعات ابراهيم الان؟ ابراهيم كان واحد من الصناع قبل وبعد الثوره. إبراهيم كان واحد من المعارضين الذي تعرض للحبس في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. إبراهيم عيسى من الناس اللي قعدوا في بيتهم وقعدوا على القهوة كتير قوي ودفع أتمان. إبراهيم عيسى كان من الطليعة اللي كانت بتحرك الناس في 25 يناير. كيف يرى 25 يناير الآن؟ كيف يحكم عليها بلا عواطف بالعقل؟ ما الذي يراه أخطأ فيه الشباب؟ وما الذي يراه في المستقبل؟
احنا رايحين لفين؟ اسئله كتير، هنسال كل الاسئله النهارده لصديقنا ابراهيم عيسى. والنهارده هنحتفل، ولانها احتفلت من يومين فاتوا بعيد ميلادها، بشخصيه تعتبر شخصيه استثنائيه في مصر، انيسه حسونه. يمكن ليها بصمة خاصة عند الناس بكتاباتها، ولما تناولت حتى تجربتها الخاصة في موضوع السرطان كان مؤثر جدا عند الناس. النهاردة هنلتقيها ونحتفل بيها هي وعيلتها، وتحكي لنا عن حياتها الخاصة شوية، ونشوف كمان تجربتها اللي للمرة الثالثة بتقاوم فيها مرض صعب جدا، تخف وتمرض وتخف وتمرض، ثلاث مرات إصابة متكررة بهذا المرض. أكيد هي شخصية فعلا خاصة جدا. النهاردة هنحتفل معها بعيد ميلادها من خلال زوم، وأكيد هنشوف تجربتها وتحكي لنا كمان عن واقع يمكن لو عرفناه وسمعناه هيغير شوية كتير في حياتنا. كمان هنتكلم النهاردة عن أزمة مصاريف المدارس، عاملين مواجهة ما بين أولياء الأمور والمتخصص والمسؤول عن المدارس الخاصة، عشان نعرف هي الناس لا حق ما تدفعش المصاريف، هل الناس يجب انها تقلل المصاريف، هل المدارس مصاريفها قلت لما كان التعليم لما بقى التعليم عن بعد وعبر الانترنت، ولا المصاريف زي ما هي حق اولياء الامور؟ لكن احنا كمان مش من الناس اللي احنا منحازين للناس، لكن كمان ما نقدرش نضر بصناعه زي صناعه التعليم في مصر. فهنعرض لحضراتكم وجهات النظر. كمان عندنا قصة مؤثرة جدا ورائعة عملتها ونشرتها زميلتنا النهاردة مها الصغير، الإعلامية المعروفة وزوجة الصديق النجم الجميل أحمد السقا. النهاردة مها بتحكي. أحمد الصغير للي ما يعرفوش هو رجل أعمال محترم جدا، ابتدى كوافير نسائي، هو الناس كلها والستات كتير يعرفوه. محمد صغير أصيب بالكورونا ودخل المستشفى، ولكن حالته تدهورت وطلب أن يرى زوجته. تفاصيل كتير، اتجوزوا تاني بعد، مش زوجته، طلقته، أنا آسف، كانوا متطلقين بقالهم 22 سنة. في تفاصيل جوه في تلك اللحظة بصراحة يعني شيء مؤلم وشيء مبهج. دي صورة ملكة العليلي اللي هي زوجة محمد الصغير الآن، اللي هي أم مها، اللي هي حماة أحمد السقا. وده محمد الصغير الجميل النقي، مفيش حد في الدنيا في الوسط يعرف محمد الصغير إلا ما يحبه. حكاية غريبة هنحكيها لكم، بس وإحنا بنحكي وقبل ما نحكي أرجوكم ادعوا لمحمد الصغير، ادعوا له وادعوا لكل مريض إن ربنا يرينا عجائب قدرته ويتم شفاؤه ويرجع لأهله وحبايبه بكل خير. ده البوست اللي كاتباه، ارجو الاكثار من الدعاء، ربنا يرفع عنه، ربنا يرفع عنه. هنحكي لكم حالته بعد شويه. خلونا نطلع نشوف ماذا لدينا ايضا في حديث القاهره اليوم، ثم نبدا قصصنا الاخباريه ان شاء الله. حديث القاهرة، والبداية من حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لحفل الشرطة 69. الحفل كان موجود في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة. قال كلمة مهمة جدا جدا بمناسبة الاحتفال، وقال كمان أن معركة الإسماعيلية 52 رسمت لوحة تلحمت فيها بطولات الشرطة للتصدي للعدوان، وأكد أن ثورة 25 يناير قادها شباب مخلص متطلع لمستقبل وواقع أفضل. خلينا نشوف جزء من كلمة الرئيس النهاردة ونرجع نبتدي معكم. طيب خلونا ننتقل إلى قضية أخرى بتهم الناس، هي أزمة متجددة كل سنة، ومن ساعة ظهور كورونا الحوار الدائر بين أولياء الأمور والمدارس الدولية والخاصة. أولياء الأمور بيشوفوا أنه أولادهم ما بتعلموش كويس أونلاين، وإحنا ليه ندفع الفلوس دي كلها؟ بعضهم امتنع عن سداد الاقساط، وبعضهم بيقول احنا مش هندفع خالص. ندفع ليه؟ ما احنا دفعنا كتير، خفضوا لنا المصروفات. وجهة نظر المدارس بتقول لك احنا بنعمل كل حاجه، احنا بنجيب المدرسين، المدرس قطع وقته بيدرس، نفس الامكانيات، بندفع كهرباء، بندفع ميه، ندفع كل شيء، ليه الفلوس تقل؟
طيب خلونا نطرح وجهتي النظر معنا على الهاتف الأستاذة منال فرحات منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، ومعنا كمان المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بيك يا أستاذ خيري. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكو أستاذة منال. أنا هبتدي بيكو علشان أعرف وجهة نظر أولياء الأمور، وإيه الموضوع يعني الأزمة فين بالضبط لأولياء الأمور مع مصروفات المدارس؟ والله حضرتك احنا كائتلاف اولياء امور مدارس واتحاد امهات مصر جالنا عده شكاوى من اولياء الامور ان في مدارس بتطلب منهم مصروفات الترم الثاني من شهر 12، وطبعا احنا الترم الثاني لسه لم يحدد معالمه لحد الان، فاحنا كنا بنطالب بس المدارس الخاصه ان هم يعني يستنوا شوية على أولياء الأمور نظرا لظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها في ظل كوفيد، وطبعا ناس كتير جدا ثابت أشغالها، فاحنا بنطالب بس المدارس ان هم بدل ما يخلوا المصروفات على قسطين ممكن نخليهم على 3 أو 4 قسط، ومش لازم ان احنا نطلبهم من شهر 12، نستنى بس لبداية الترم نشوف الدنيا هتبقى ماشية عاملة ازاي. طب في حالة ان ما اندفعتش، تسمح لي يا خيري، ان ما اندفعتش المصروفات دي، ايه الإجراءات المفترض المدارس هتتخذها ضدكم؟ والله هو اوريدي في مدارس بتتخذ اجراءات في حال عدم السداد، بيمنعوا ان الطلبه ياخدوا الكتب، في مدارس بتمنع الطلبه ياخدوا الكتب، وفي مدارس ثانيه ما بترفض ان هم يدوا الايميلات الخاصه بالطلبه اللي بيتابعوا بيها الدراسه اونلاين، فيقولوا لهم لا ادفعوا الاول وبعد كده تاخدوا الايميل اللي بتتابعوا بيه، او ادفعوا الاول وبعدين تاخدوا الكتب، وده طبعا بيعطل الاولاد عن الدراسه وبيخليهم مش مواجدين زي زملائهم الاخرين. طيب خلينا نمشي جزء جزء يا استاذة منال. معانا سيادة المستشار بدوي علام رئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية. اهلا وسهلا سيادة المستشار. اهلا بيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا سيادة المستشار. اهلا بيك. رأي حضرتك في مطالب ائتلاف اولياء امور المدارس، هم ما بيطالبوش بالغاء المصاريف، هم بيطالبوا بالجدولة، يعني بدل ما تبقى على قسطين تبقى 3 تبقى 4، نأجل القسط الثاني شوية اللي هو بتاع شهر 12 يبقى الاثنين. حضرتك بتشوف المطالبات دي ازاي؟ هو المشكله يا خير بيه، اتفضل سامعك. المشكله يا فندم في ان احنا عندنا نوعين من المدارس. ايوه، مدارس دوليه ومدارس خاصه. المدارس الخاصه 70% منها. اتفضل يا فندم سامعينك، يعني يا ريت تسمعنا من التليفون واحنا سامعينك. ايوه فندم كده كويس. كده احنا سامعينك كويس قوي. فاحنا دلوقتي مشكله المدارس اللي هي مصاريفها قليله، فدي بيدوبك بتقدر توفي التزاماتها بالعافيه. قليله لحد كام يا فندم؟ نعم، اللي هي اقل من 6000 جنيه فاقل. تمام. 70 وده يمثل 70% من 8500 مدرسة على مستوى الجمهورية. المدارس دي أولياء الأمور توقفوا عن سداد القسط الثاني من العام الماضي. من العام الماضي، مش من هذا العام. فبعضهم، مش كلهم يعني، في بعض نسبة كبيرة توقفوا وقال لك لا ده ممكن يرجعوا لنا المصاريف، وممكن الحصل ما حدث في الإعلام. المدارس دي تأثرت جدا، المدارس دي وراها التزامات كثيرة، وراها مرتبات، وراها مكافآت امتحانات، وراها وراها بتدفع قيمة تجارية، بتدفع مية وكهرباء، تأمينات وضرائب، كل ده بيدفع من المصاريف لأن المدارس ليست معانا، ويدوبك بتقدر توفي التزاماتها بالعافية، وده يمثل 70% من المدارس الخاصة. تمام. وال30%؟ ال30% هو في عقد، علاقة تعاقدية في قرار وزارة صدر، العلاقة تعاقدية بين ولي الأمر وبين المدرسة. لو إن ولي الأمر جه في ميعاد سداد القسط وهو مش قادر لأن المدرسة وراها التزامات، بيتوجه لإدارة المدرسة وبتأجل له المصاريف للوقت اللي يقدر يدفع فيه. لكن لو امتنع كل أولياء الأمور عن سداد القسط، المدرسة هتوفي التزاماتها منين؟ ودي مشكلة بتعاني المدارس اللي هي مصاريفها 6000 جنيه فأقل. العلاقة بين المدرسة يا سعادة الرئيس، بين المدرسة وبين
ولي الامر علاقه تعاقديه والعقد شراكه المتعاقدين. انت قبل ما تدخل المدرسه بتلاقي مصاريف المدرسه معلقه في مكان كبير، وبتعرف مصاريف المدرسه كام والقسط الاول. طب خلينا نبقى بنتعامل سياده المستشار، يعني خلي روح القانون وروح الالتزام وروح العقد في ظرف قاهر وقاسي زي ظروف كورونا تبقى المساله فيها بعض الرحمه، يعني اذا حد طلب التاجيل شهرين ثلاثه مع التزامه بالدفع. احنا بنديله يا فندم اللي بيجي لاي مدرسه خاصه. ايوه يا خيري اللي بيجي لاي مدرسه خاصه وعاوز تاجيل بيأجل له، لكن هو مشكله امتناعنا ولي الامور ما بيسالش في المدرسه خالص. طب يا فندم الجزئيه بتاعت ان بعض المدارس بتلجا للتهديد بان هيتم تحويلهم الى المدارس المقابله ليها، مش تهديد، ده في قرار وزاري يا فندم بان ولي، فبالتالي مش بيصبروا عليها. صحيح ده قرار، لكن حضرتك بتقول اللي بيروح للمدارس الخاصه عايز يقسط بتقسط له. طبعا يا فندم، لكن لو عاوز جدوله بيجدولوا له، يعني لو القسطين الاول بيدفع كذا والقسط الثاني بيدفع كذا بيتم تقسيط ليه. ما هو يا فندم لو في استجابه من كل المدارس، مش من المفترض ان اتحاد اولياء الامور هيقول ان احنا عندنا مطالب كذا، كان كل حد هيحل حاجته بنفسه، مش كان هيقول ان ده معه الواقع ان في ناس ما دفعتش من السنه اللي فاتت. واستاذنك معانا الاستاذه منال فرحات. استاذه منال، ما هو يبدو الكلام هنا برضه منطقي، يعني ان الناس ما تدفعش القسط من السنه اللي فاتت وتوصل لحد السنه دي وهي لسه ما دفعتش القسط الثاني، يعني بالتالي ما دفعتش القسط الاول يبقى مش هتدفع القسط الثاني. يا فندم يا فندم معظم الناس اللي حضرتك بتتكلم عليهم اللي هم سياده المستشار بيقول عليهم مصاريفهم اقل من 5000 و6000 جنيه، دول طبقه يعني يكاد بيعملوا جمعيات عشان يدخلوا اولادهم مدارس محترمه عشان يتعلموا تعليم محترم. تمام، فاهمني حضرتك؟ فالطبقة دي فعلا هي أكتر طبقة اتأثرت من السنة اللي فاتت فعلا بسبب كوفيد وبسبب وقف النشاط بتاعهم، يعني في ناس كتير جدا منهم سابوا أعمالهم. طب من وجهة نظرك بيبقى إيه الحل؟ يعني أنت حضرتك طلبتي التقسيط، هما بيقولوا ما عندناش مانع في التقسيط في الجدولة، ما عندناش مانع في الجدولة، إيه اللي حضرتك طلبته بالظبط؟ حضرتك ده لا يطبق على أرض الواقع، حضرتك انزل إحنا بنطلب إن يكون في رقابة على المدارس الخاصة اللي بتطلب من أولياء الأمور مصاريف الترم الثاني من شهر 12. حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي في مصاريف الترم الثاني كمان، يعني اللي هو مش بنقول بقى الـ بتاع السنه السابقه، لا دول بيطلبوا منهم مصاريف الترم اللي لسه ما ابتداش، اللي لسه احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. يعني دلوقتي قولي لي نسبه الحالات تقريبا اللي عندكم انتوا كاتحاد من الناس اللي ما دفعتش مصاريف من السنه اللي فاتت، وايه اللي هم طالبينه بالظبط؟ والجزء الثاني الناس اللي حابه تاجل دفع مصاريف اللي بتنطلب للترم الثاني من شهر 12 عايزه تتاجل بناء على انها تتقسط او حالات شخصيه، وقال عليها من شويه سياده المستشار ان دي مقبوله ما فيهاش مشكله بالتنسيق مع المدارس. طب هتعملوا ايه بقى في حال الجزء الاولاني؟ احنا الفئه اللي معانا كلها تقريبا يعني هم ممتددين القسط الثاني بتاع الترم السنه اللي فاتت والقسط بتاع الاول بتاع السنه دي، كل العائق بالنسبه لهم الترم الجاي اللي هو الترم الثاني ده، المدرسه بتطلب منهم مصاريف من دلوقتي من شهر 12. طيب استاذ بدوي، هل يمكن ان يكون هناك التزام او اتفاق مع المدارس بانها للمدارس جميعا اللي حضرتك اتكلمت عنها اللي بيمثلوا 70%، نعم، أن يكون هناك جدولة واتفاق يعلن وواضح أن هتتم سداد الأقساط بالشكل الفلاني، بدل ما هم على قسطين يبقوا على أربعة، بدل ما هو في شهر 12 يبقى في شهر 2، هل يمكن أن يكون هناك قرار بهذا الشكل؟ وبعد إذن حضرتك يكون في رقابة برضو. يا خيري بيه، هو أولا يعني إحنا التعليم المدارس الخاصة دي لو ما حافظناش عليها مش هتقدر تكمل. احنا عندنا 3.5 مليون طالب ممكن يرجعوا للتعليم الرسمي. تمام. لو احنا توقفنا عن سداد المصروفات لهذه المدارس. احنا في حلول كثيره جدا لولي الامر. اتفضل. زي النهارده ولي الامر لما بيروح يشتري اي حاجه بالتقسيط، البنوك يعني عندنا بنك مصر، بنك ناصر، كل البنوك دي بتقول لنا يا جماعه ما فيش مشكله، ولي الامر يجينا وهنقسط له على 12 شهر وبقرض تعليم 4% او 5% مش زي كده. أو 6 شهور على حسب ظروفه. أيوه. ليه المانع ما يلجأش أولياء الأمور للأزمة اللي عاملينها علشان المدارس دي تقدر تستمر؟ طب ده حل. إنهم يلجأوا للبنوك. والحل التاني. إحنا عندنا فئات مثلا معينة ومتأكدين إنها تأثر زي السياحة. لكن هو المشكلة إن كل أولياء الأمور ما يعني إحنا في مصر هل طبقة الموظفين اتأثروا؟
مرتبات العاملين اتأثرت، ما فيش حاجة اتأثرت إلا الطبقة العاملة في السياحة أو الأعمال الحرة. الأعمال الحرة لا لا، في أشغال كتير، ناس مشت ناس كتير قوي في القطاع الخاص. سيادة المستشار، سيادة المستشار، في ناس كمان اتكلمت على التخفيض لو تسمح لي حضرتك يعني، وخصوصا ان حضرتك ذكرت ان في مصاريف مدارس ملتزمة بيها، فاحنا على العين والراس بيقولوا، لكن في اشياء ما بقتش موجودة زي مثلا البساط، والسنة اللي فاتت كانت مشكلة وتم الحديث عنها، فكرة ان الانشطة والمصاريف اللي كانت بتصرف فيها ما بقتش موجودة، فبالتالي ده جزء ممكن تخفيضه، وخصوصا انا بتكلم على فئة 30% كمان المدارس الدولية او اللي مصاريفها فوق 50 وال40 واللي هي الارقام اللي بتبقى كبيره. 100 وال200 هي تمام. اتفضل. هي المصاريف يا فندم الكبيره وراهم التزامات اكبر، يعني المصاريف المدارس الدوليه بتبقى اعلى وراهم، لانهم بيستعينوا بمدرسين اجانب وبيستعينوا كذا وبيشتغلوا بيدفعوا بالدولار وبالاسترليني وبالعمله الاجنبيه، دي ليهم التزاماتهم. احنا بنتكلم على المدارس اللي هي بتعلم اكبر عدد بيدخل فيها حوالي 2.5 مليون او 3 او 2,750,000، العدد الكبير ده من الاولاد دول اللي في هذه المدارس، دول اللي محتاجين ان احنا موضوع التقسيط او الجدوله. فالجدوله دي يتم عن طريق البنك، وممكن الفئات من السنه اللي فاتت معظم المدارس الخاصه على مستوى الجمهوريه الناس اللي بيشتغلوا في قطاع السياحه بالتحديد، يا اما على حسب ظروف الشخصيه يقدر يجدول او اعفاء من المصاريف او جزء من المصاريف. طب في حل يا فندم للناس اللي مش حابه تدفع فوائد؟ بمعنى نعم. بمعنى البنك ما في حال لجوء للبنك في فوائد، حضرتك عارف طبعا يعني، فمش هنزيد الطين بلة زي ما بيقولوا، فهندفع 4% فوق المصاريف اللي مش قادرين نعملها. هل يا ترى في يعني نشرة مثلا بين المدارس الخاصة ان اذا حد طلب التقسيط على دفعتين او تأجيل الدفع شوية بلا فوائد مفيش مشكلة؟ بلا فوائد خالص طبعا، البنوك مش هتوافق يا فندم. لا مش البنوك، للمدارس. من خلال المدارس، من خلال المدارس مفيش مشكله. بس ايوه، ما هي الشهر مثلا الاستاذه منال بتقول ان في مدارس بتعمل ده، لكن في مدارس كتير ما بتقبلش ده. المدارس ما بتقبلش ده، دي يبقى مش قادره توفي بالتزاماتها يا فندم. ما هو هيبقى البديل ايه؟ ما هي يعني لما تمشي الطلاب او ما تطلعهمش عن النتائج. انت النهارده النهايه يا خيري بيه، المستشفى مش ليها التزامات طبعا، بس كمان حد يقدر يدخل مستشفى من غير سياده المستشار؟ هو مش مصاريف التشغيل قلت؟ لا بالعكس يا فندم، ده زادت مصاريف التشغيل. ليه بقى؟ احنا زاد علينا حاجتين ما كانوش في الحسبان ولا محسوبين في تكلفه التعليم. الاول في نقطه يا خيري، لازم نعرف ان المصاريف المدرسيه دي محدده من الوزاره، تمام، محدده بموجب القانون. يعني انا ما بقدرش كمدرسه خاصه ازود مصاريف السنه دي على مزاجي، اقول انا عاوز 2000 جنيه انا عندي عجز او كذا او كذا. لا، دي مصاريف محدده مقننه بتجي لي بيها نشره مقدمه قسم النسر بنفذها. ثانيا، الزياده السنويه برضه بتجي لي من الوزاره، سيادتك عارف. ايوه. لكن ان احنا يعني نبذل اقصى جهدنا ان احنا بنساعد اولياء الامور بقدر الامكان، وبنقسط لاولياء الامور، وبنخفض لاولياء الامور المتعثرين. طيب، يعني تقدر تعدنا الآن وتعد الأستاذة منال، علشان هي المسؤولة، هي كمان هي منسق الائتلاف، إن هيكون هناك تعميم بالنسبة للمدارس الخاصة اللي هي المدارس اللي هي 70%، أنه هيكون هناك تقسيط على مدد أطول ونأجل القسط بتاع شهر 12 لشهر 2 مثلا؟ أو يا فندم، بس هو إحنا بنناشد أولياء الأمور يروح المدرسة غير ظروف، هو بيمتنع على انه يبقى له صله بالمدرسه خالص، والمدارس بيشتكوا لنا ان احنا بنتصل بولي الامر وما بيردش. طيب استاذه منال، تعليقك على ده؟ لا ازاي يا فندم، لا طبعا في الحاله دي طبعا ولي الامر طبعا هو مسؤول، لكن لازم يكون في رقابه تفصل بين المدرسه وولي الامر، مع احترامي للمدارس والادارات بتاعتها، لكن برضه لازم يكون في طرف ثالث. ايه نوع الرقابه؟ لازم يكون في رقابه. ايه نوع الرقابه اللي حضرتك طالبه؟ يعني حد يتدخل، يعني يكون في رقيب خارجي عن المدرسه. ما هو رئيس الجمعيه بيقول لك احنا موافقين وهنعمل ده. لو في رقابه طبعا اهلا وسهلا بكده. طيب، والمصروفات خلونا احنا الاثنين على الهوا اهو، وقلنا هذا الكلام، عندنا مهله للاسبوع الجاي نشوف ايه اللي هيتم، ونرجع نتواصل مع حضراتكم تاني ونتاكد ان في تجاوب، لان احنا يهمنا المدارس تستمر في اداء دورها، ويهمنا الطلبه يفضلوا موجودين وما ندوس على الاهالي. فهنتابع مع حضراتكم للاسبوع الجاي ونقول احنا وصلنا لحل ولا ما وصلناش لحل.
متفقين يا سيادة المستشار؟ بس في نقطة صغيرة عاوز أضيفها. اتفضل يا فندم. اللي زاد علينا من شهر 3 السنة اللي فاتت لغاية النهاردة طبعا تكلفة النت العالية جدا. ما زاد على أولياء الأمور برضو يا فندم. اللجنة الواحدة اتكلفت احنا دي مش لأن احنا بنقول حساب المدرسة. أيوة. مصاريف المدرسة خاصة حساب تكلفة. اللي زاد التكلفة دي زيادة النت بطريقة غير عادية احنا السنة اللي فاتت عشان أولى ثانوي بس يمتحنوا اللجنة الواحدة كلفت 20,000 جنيه. ما يتوفرت يعني من كهرباء كهرباء ومية ومطابخ غير المية والكهرباء كل كده. احنا بنتكلم بس على بندين. أيوة. زادوا على المدارس الخاصة عشان أولياء الأمور يعني يحسوا بالمعاناة اللي بيعاني فيها المدرسة الخاصة. تمام. خاصة التطهير والتعقيم في المدرسة للطلبة والتقسيمة الطلبة اللي هم يبقى عشان يبقى فيه تباعد. تمام. كل الكلام ده كلف المدارس السنة دي مبالغ طائلة. ده لا يمنع ورغم هذا. أيوة. لم يتم احتسابها على ولي الأمر. طيب ده لا يمنع ان احنا بينا اتفاق على الهواء. تمام. ان يعني قلبكم يلين لمساعدة أولياء الأمور والأستاذة كمان منال تحاول بالتواصل مع أولياء الأمور أن يتواصلوا مع المدارس علشان نقدر نرصد إن ده تم بالفعل. بشكرك جدا أستاذة منال فرحات منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية وبنشكر سيادة المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ونطلع فاصل ثم نعود إليكم بباقي قصص حديث القاهرة. على الانستجرام الحكاية كان ليها واقع خاص عند المتابعين بتوع زميلتنا العزيزة مع الصغير. الحكاية اللي بدأ بيها خيري النهاردة وحكاها لنا ليها أبعاد تانية خالص. الأبعاد هيحكيها لنا خيري لأن التفاصيل وصلت له بشكل دقيق جدا وهي قصة إنسانية فعلا مؤثرة. لفت نظري فيها جملتين هقول لكم عليهم وتسمعوا الحكاية. لأن مها لما كتبت قالت يوم ما حس أنه ضعيف قوي وتعبان بجد طلب ظهره وسنده اللي بجد مش منظرة. وقال كمان هي العظيمة دي اللي اتجوزته وهو ما حلتوش ولا حاجة وهو في عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برضه في العناية المركزة. يعني قصة بتقول إن الجانب الإنساني والحب الحقيقي دايما موجود في حياتنا. محمد الصغير ابتدى حياته كوفير صغير حب ملكة العليلي. ملكة العليلي والدها سفير رفض طبعا الكوافير الشاب اللي ما معهوش غير 100 جنيه لكن ملكة وقفت في وجه أهلها وقررت إنها تستسلم لقلبها وراعت مع محمد الصغير. عاشوا مع بعض سنوات طويلة وأنجبوا مها وكانت حياتهم سعيدة لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي المحبين يشتهي المحبون. انفصلوا من 22 سنة وعاش محمد الصغير في رحلة من النجاح والصعود العالي جدا بعد ما كان عايش مع السيدة ملكة على سطوح بيت في مساحة صغيرة جدا بإمكانيات متواضعة جدا. لم ينس محمد الصغير أبدا حبه ولكن ما كانش عارف يرجع إزاي. صديقه الدكتور يحيى البستاني بيحكي لي وبيقول لي إنه كان عايز يرجع كتير قوي وكان بيدخلني في ده بس ما كانش عارف يعملها ازاي. ويبدو ان كرامة السيدة ملكة كانت تؤلمها بعد قصة الحب والتضحية اللي عملتها. محمد الصغير تعب قوي جاله كورونا ولكن الكورونا لم تكن رحيمة به. دخل المستشفى ودخل في حالة سيئة اضطر التدخل الاطباء لعمل دعامتين في القلب بعد اصابته بجلطتين وركبوا له بالونة. راحت الكورونا من محمد الصغير ولكنه دخل في غيبوبة أكثر من مرة والكلى بتاعته تأثرت جامد لحد إنها توقفت امبارح بالفعل وعملوا غسيل ليها النهاردة فبدأ يفيق قليلا ولكن الحالة الآن وأنا بكلمكم تستحق الدعاء. محمد الصغير طلب من مها بنته قال لها اطلبي لي ماما فطلبتها فقال لها أنا عايز أشوفك. أنا بحكي الحكاية زي ما كتبتها ما وزي ما حكاها لي صديقي الدكتور يحيى البستاني اللي كان حاضر كل التفاصيل. لما راحت له مسكت إيده احنا عندنا الصورة اللي نشرتها ما وهي ماسكة إيده قال لها أنا بحبك
وسامحيني سامحيني سامحيني وبكى. فبكت هي كمان وقالت له مسامحاك مسامحاك، انا بعيط علشان انا كمان بحبك، لكن انا مسامحاك يا محمد. قال لها طب اتجوزيني. قالت له انا موافقه. بعتوا جابوا المأذون وعقدوا القران جوه العنايه المركزه. محمد حضن ملكة. محمد ما بينامش غير بحقن علشان يقدر ينام ويتحمل الألم. لما حضنته طبطبت عليه نام، نام في صدر حبيبته في عز ضعفه. ما وهي بتتكلم بتتكلم عن ناس كتير كانوا موجودين بس بيجوا في الأفراح دايما، لكن في الواقع وساعة ما تقع مش هتلاقي غير اللي بيحبك بجد. علشان كده لا أم الولاد، لا شريكة العمر، لا اللي وقفت معاه وهو معاه 100 جنيه وسكنت فوق السطوح وهي بنت السفير ولقاها وهو في لحظة قاسية جدا ومؤلمة جدا جنبه بتقول لك جوزك. ما قالتلوش لا طب بس لما تقوم بالسلامة إذا كان ده رجاءك وطلبك. محمد ردت فيه الروح. مش مهم إيه اللي يحصل بعد كده، المهم موقف الست العظيمة ملكة العلايلي وموقف محمد الصغير الذي يستحق منا كل الدعاء بجد. ادعوا له وادعي الوائل الابراشي ربنا يتم شفاءه ويرجع لنا بالسلامه. وارجعوا لكل مريض حديث القاهره بكل زملائي، ندعو جميعا لكل المرضى لمحمد الصغير يا رب ان يرينا عجائب قدرته في اتمام شفائه. وائل الابراشي يعود الى شاشته والى جمهوره وكل مصاب وكل مريض، ونرجع تاني نحتفل بمحمد الصغير وملكة العريسين الجداد. يا رب أتم فرحتهم جميعا. شيء يعني في وسط المعاناة لمح الضوء حلوة عن مشاعر وعن حب، لكن ما زال في النفق اعتام. نتمنى أن ينير ونسمع أخبار كويسة. موضوع آخر، خلينا نقاوم كورونا بشكل آخر، لأن الأبحاث ما زالت مستمرة يعني علشان نحاول نخلق يعني مصل ولقاح قادر على القضاء عليه بشكل من غير أعراض. تم الإعلان من خلال فريق بحثي في جامعة لانكستر بإنجلترا أنه نجح في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا. بيستخدم تقنية جديدة اسمها الهندسة الوراثية العكسية أو المعكوسة. اللقاح ده واحد بيؤخذ عن طريق الأنف، تكلفته قليلة جداً، وممكن كمان أنه يعطى للحوامل أو للأطفال. اللقاح ده مكون من البيض المخصب ولقاح آخر للدواجن. الفريق البحثي ده أحد أعضائه باحث مصري وهو الدكتور محمد رحية اللي كان مدرس بقسم الفيروسات بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، سافر بريطانيا. هو حاليا باحث بعلم الفيروسات في كلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر البريطانية. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن نتائج البحث الجاري حاليا وبعد المرحلة الأولى على الحيوانات، وصلوا لإيه، في اعتمادات ولا لا، من خلال وجوده هو شخصيا الدكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات بجامعة لانكستر البريطانية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك وأستاذ المشاهدين جميعا. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير استاذ خيري، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني ايه اللقاح من البيض المخصب؟ يعني ايه البيض المخصب؟ طيب هو مبدئيا هو اللقاح بيتم اكساره في البيض المخصب. نعم. يعني هو مبدئيا هو اللقاح احنا بنعتمد على تكنولوجيا اسمها الهندسه الوراثيه العكسيه. بيتم تحضير اعتماد على جزء او فيروس اسمه نيوكاسل، وتحميل جزء من الكورونا اللي هو الجزء الانتيجين المسؤول عن اثاره الجهاز المناعي على فيروس نيوكاسل دوت. بناء عليها بيبقى عندنا ده اسمه لقاح مدمج، بيتم اكساره في البيض المخصب. البيض المخصب ده اللي هو بيكون فيه جنين، لان الفيروس علشان يتكاثر لازم يعتمد على كائن حي. فاللقاح بتاعنا دوت هو فيروس حي بيتكاثر في البيض، بعد كده مجرد ما باخده من البيض او بجمعه من البيض بتم معالجته وبتم استخدامه للانسان عن طريق الانف. طب دكتور يعني قطره ولا ايه؟ بخ، زي بخاخه بالظبط. هي بخاخه، بنقدر ان دي بخاخه. هو بس مبدئيا عشان فكره اللقاح او اللي احنا اتجهنا للفكره ديت،
مبدئيا هو فيروس الكورونا اول ما ظهر كنا محتاجين ان احنا نفهم ازاي ديناميكيه الفيروس في التكاثر، ازاي امتى فين بيتكاثر بيعمل مشاكل ازاي. لقينا او من الابحاث اللي على مدار السنه اللي فاتت كلها لقينا ان فيروس الكورونا بيبدا في الجهاز التنفسي العلوي الاول، ثم بعد كده بيحدث او بعد 4 أو 5 أيام من الاصابه بيبدا يخش في الجهاز التنفسي السفلي. فبالتالي كان احسن او افضل طريقه لمقاومه او مواجهه الفيروس اللي انا اقفل طريق دخوله، اللي انا اقفل الجهاز التنفسي السفلي العلوي الاول. بالتالي لما انا ادي اللقاح بتاعنا دوت عن طريق الانف او عن طريق الرذاذ او عن طريق البخ، بقفل منطقه الانف وبقفل منطقه الزور. فبالتالي الفيروس او الكورونا لما تيجي تعدي الانسان مش هتلاقي وسط تتكاثر فيه او مكان تتكاثر فيه، فبالتالي هتحمي الانسان بشكل كبير جدا. طب دكتور محمد، يعني انتوا قلتوا ان النتائج الاوليه للمرحله الاولى ناجحه جدا، اللي هي المرحله اللي بتتم فيها التجربه على الحيوان، وعملت نتائج قويه جدا، في حين ان تم نشر بعض المعلومات ان الدراسات الامريكيه والدراسات الصينيه بتقول ان ما ينفعش تخصيب تحديدا فيروس كورونا داخل البيض. هل المعلومه دي صحيحه ولا؟ طيب اتفضل. طيب، هو في فرق بين فيروس كورونا وفي فرق بين لقاح لكورونا. فيروس كورونا بيتم اكساره عن طريق حاجه اسمها خلايا الاستزراع او الزرع النسيجي، ودي بتحتاج معامل مجهزه اللي هي معظم اللقاحات الموجوده في السوق حاليا، سواء اللقاح الصيني او سواء اللقاح الروسي، ودي اللقاحات بتعتمد على الزرع النسيجي. فبالتالي ده اللقاحات ديت. اللقاح بتاعنا احنا ما بنستخدمش لقاح فيروس كورونا، احنا بنستخلص جزء منه، جزء انتيجيني، والجزء ده اللي هو السبايك بروتين، ده الجزء المسؤول بس عن اثاره الجهاز المناعي. انما ما بنستخدمش نهائيا فيروس كورونا، احنا بناخد الجزء ده بنحمله على او بنحطه على فيروس اخر اسمه نيوكاسل، وده اصلا منبعه من الدواجن اصلا، فاوريدي هو امن وبيستخدم في الدواجن اللي احنا بناكلها فعليا. بالتالي الفيروس ده هو اللي بنبدا نكتره او نعمل له اكسار في البيض المخصب. وبالتالي احنا بنعتمدش على فيروس كورونا كفيروس كورونا كله، لان هو لا يمكن اكسار الفيروس في البيض. وصلتوا لحد فين في ابحاثكم يا دكتور؟ احنا مبدئيا عملنا التجارب على مرحلتين. المرحله الاولانيه طبعا قياس او قدره اللقاح ده على اثاره الجهاز المناعي، وده تم بشكل كبير جدا. جربنا جرعه وجربنا جرعتين بينهم اسبوعين، كانت المناعيه كويس جدا. الخطوه الثانيه اللي احنا جربنا على حيوانات اخرى اللي احنا ندي اللقاح ثم نعدي الحيوانات دي بفيروس كورونا، وادى نتائج مبشره جدا عن طريق الانف. وزي ما قلت لحضرتك، هو اول لقاح في العالم يستخدم عن طريق الانف ويدي مناعات قوية جدا في الجهاز التنفس العلوي. طول ما عندنا مناعات عالية جدا في الجهاز التنفس العلوي، الفيروس مش هيقدر يتكاثر ومش هيقدر يدخل الإنسان. عدينا المراحل ديت، عملنا التجارب في إنجلترا مرتين، عملنا التجارب في أمريكا في جامعة تكساس بفريق بحثي معانا مشارك معانا، وتم التأكد من النتائج ديت مبدئيا بشكل متشابه جدا، فوق 90% تشابه في النتائج. كل الدوكومنت دي كلها جمعناها قدمناها لمنظمه الصحه العالميه، خدنا مبدئيا الموافقه الاولانيه اللي احنا نجرب على الحيوانات. بعد ما جربنا على الحيوانات قدمنا كل النتائج دي موافقه لمنظمه الصحه العالميه، خدنا الموافقات اللي احنا نخش على التجارب السريريه على الانسان كاول لقاح انف او استنشاق يبدا يتجرب على الانسان. عظيم. طب اسمح لي، انت قلت ايه بقى؟ انا اسف، وقت قد ايه يعني قدامنا؟ وقت قد ايه للتجربه على الانسان ونقدر نقول ان نتائجنا جيده او مش جيد؟ انا اسف. طبعا. ان شاء الله. هو ايوه، هي مبدئيا هو اللي احنا اعتمدنا او شكلنا يعني ان شاء الله متفائلين، علشان خاطر زي ما قلت لحضرتك الفيروس اللي احنا بنستخدمه دوت ده فيروس امن، واستخدم قبل كده في دراسات كتيره جدا، استخدم لعلاج بعض الاورام، فبالتالي معدل الامان فيها هيكون اسهل ان شاء الله واسرع. متوقعين ان شاء الله في خلال من شهر الثلاث شهور هيكون اللقاح دوت ان شاء الله دخل او بدا يدخل المراحل التجارب السريريه على الانسان. عظيم. استاذ محمد، ثلاث شهور احنا في أيوة. تفضل يا فندم. دكتور محمد، يعني سؤال اخير وفي عجاله، اللقاح ده هيكون فيه مميزات هتخليه يعني مهم جدا بالنسبه خصوصا للعالم الثالث او الدول الناميه اللي ما عندهاش فلوس كتير؟ انت قلت ان ده هيكون مهم جدا بالنسبه لافريقيا ومصر، وانت مصري، فممكن تقول لنا ايه هي المميزات؟ طبعا لما انا فكرنا في الفكره ديت انا ورئيس الجروب البحث دكتور محمد منير، كان فكره او الغرض من دوت اللي احنا ممكن نعمل لقاح باي تكنولوجيا ثانيه هتبقى الموضوع ممكن يبقى اسهل وممكن يبقى لقاح موجود. الفكره في اللقاح اللي هو البيض المخصب ده لا يحتاج معامل مجهزه، يحتاج معامل عاديه، ما يحتاجش اي اشخاص ترند بشكل كبير جدا، امن ان انا اقدر استخدم في اي بنيه تحتيه، اقدر اعمله سهل تداوله، موجود اقدر احطه في الثلاجه الطبيعيه، ما اقدرش ان انا مش محتاج تداول بشكل واسع، امن زي ما قلت لحضرتك. والميزه اللي فيه اللي هو اللي بيستخدم عن طريق الانف.
وبالتالي مميزاته كاستخدام اللي هو في الجهاز التنفسي العلوي ده ميزه فيه. الحاجه الثانيه التكلفه بتاعته، عشان النهارده اعمل لقاح النهارده عن طريق الزرع النسيجي او التكنولوجيا زي ووتيفر لقاحات موديرنا او فايزر، دي تكنولوجيا بتكون بتعتمد على تكنولوجيا عاليه جدا غاليه، وبتحتاج وقت طويل جدا ان انا ابدا انتج اللقاح. انما في البيض المخصب البيضه لا تتعدى $1، ما فيش اكتر من بيض عندي الحمد لله. لا هو لازم بيض لازم بيض معين، هو البيض الخالي من المسببات المرضيه ده بيض من حوالي البيضه من 15 ل 17 جنيه مصري ما يعادلها يعني. فهو الفيروس ده لازم النوع المعين ده، بحيث البيض دوت ما فيهوش اي انواع ميكروبات اي انواع بكتيريات، بحيث ده محتاج مزارع خاصه يعني. اللقاح موجود عندنا في مصر اوريدي. طيب يا دكتور عايز اسالك سؤال، احنا طبعا سعداء بوجودك في الفريق البحثي، عالم مصري موجود في بحث مهم زي ده، هل تم التواصل معاك من اي جهه في مصر؟ في الوقت الحالي يعني لا، انما ده بيتعارض الجامعه طبعا، هي الجامعه اللي انا فيها، انما في الوقت الحالي ما فيش حد يعني في مصر تواصل مع الجامعه. لحد النهارده انا كنت بسال لسه رئيس الجروب البحثي، فما فيش اي معلومات. لا انا متوقع باذن الله ان سيتم اتصال، واعتقد وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ممكن تهتم جدا ببحث زي ده، ومصر يمكن ان تكون طرفا في هذه التجارب ان شاء الله. اكيد احنا بنعاوزين نساعد بلدنا اكيد وشرفنا طبعا يعني. ما انا بقوم بعمليه الربط طالما ما حصلش، انا اثق ان الدكتور خالد عبد الغفار لو عرف هيتواصل. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد رحيم، الباحث في علوم الفيروسات بجامعه لانكستر البريطانية. كل الشكر. احنا بنعتذر الدكتورة أنيسة حسونة صديقتي العزيزة، مقاومة السرطان الصامدة مع أولادها وأحفادها، في مشكلة في التقنية في التواصل عبر الإنترنت، هنأجل لقائنا بيها إلى يوم آخر، ربما غدا وربما الأسبوع القادم إن شاء الله. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل نستقبل خالد البرماوي علشان يقول لنا ايه اعلى الترندات قبل لقاء ابراهيم عيسى الساخن. على مدار 24 ساعة اللي بيحصل في مصر وبيشغل المصريين وحديث القاهرة بيكون موجود على السوشيال ميديا وترندات مصر مع خالد البرماوي في فرصة الكلام. ازيك؟ ازيك كريم، عامل ايه؟ ازيك خير، عامل ايه؟ تمام، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة يناير والذكرى ال 69 لعياد الشرطة، كل سنة وانتم طيبين. النهارده كان يوم حافل باحداث كتيره جدا، نقدر نقول عليه ان هو استكمالا لاحداث الرياضه. عندنا النهارده لو بص على الخريطه بتاعتنا اللي بتتكلم على اهم ما اهتم به المصريين على منصات التواصل الاجتماعي وعلى محركات البحث، منتخب مصر لكره اليد وبطوله كاس العالم لكره اليد كانت حدث رئيسي، وفاه الداعيه الاسلاميه الكبيره عبله الكحلاوي، واثنين مسلسل كانوا ظاهرين في الترند، في بيتنا رابط ومسلسل لؤلؤ. الدوري الاسباني كان ترند جدا برضو، واغنيه محمد رمضان الجديده مصباح علاء الدين. طيب نبدا بمنتخب مصر كره اليد. من فتره من بدايه البطوله احنا بنقول ان المباريات منتخب مصر والبطوله بدات تدخل على الترند على استحياء. نعم. اللحظه اللي نقدر نقول عليها بقى لحظه البيك، لحظه خلاص اتحسم الامر لصالح كره اليد، لقينا اكتر من 4-5-6 كلمات في التوب في القمه. منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كاس العالم لكرة اليد، عندنا محمد سند، عندنا كريم هنداوي، عندنا اهتمام كتير يحيى. كريم ويحيى خالد طبعاً. طبعا اوكي، ودودو اوكي، وطبعا الاحمر كابتن المنتخب، لا والحارس العظيم، والحارس ما كريم هنداوي لا والحارس الثاني كريم هنداوي اللي كان عامل لا اللي كان بيلعب امبارح اسمه ايه يا شباب، ده بيغني الطيار ما حبك يا طيار ما فيهوش اختيار. ايوه اوكي، فكان كده كان في اكتر برضو من تغريده لقيت اهتمام كبير جدا عالمي، فكره اللي كتير جدا من الفرق عملت زيارات سياحيه كبيره للأهرامات والغردقه واكتر من مزار سياحي. والجميل في الموضوع بقى، انا واحد من الناس كان عندي قلق، انا عايز احيي اللجنه المنظمه واحيي ممدوح الششتاوي على الجهد اللي بيبعته للناس والتنظيم، شيء عظيم جدا. لا يعني وفكره ان البطوله دلوقتي 10 ايام من البطوله، اقول الحمد لله يعني نمسك الخشب، نمسك الخشب الحمد لله، الى الان مفيش حاله كورونا موجوده، والفقاعه قدرنا رغم ان الموضوع مش سهل. ايوه،
في ظروف مصر والظروف الموجة الثانية، لكن أعتقد عدت بسلام ويا رب تعدي بسلام. ده بالنسبة لمنتخب اليد، وفي كان فيه اهتمام كبير على السيناريوهات. أي مصر هتلعب يوم الأربعاء، نستعد الساعة 7:30 إن شاء الله هنقدر نتفرج عليه بقى مع الدنمارك. إبراهيم عيسى مع الدنمارك يا قلبي. عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية الكبيرة الله يرحمها، حدث وفاتها في أحداث سياسية، في أحداث سوري احنا بنتكلم على بعض الوفيات بيبقى فيه اهتمام رسمي، لكن في كمان بيبقى فيه اهتمام شعبي، في كمان أحداث وفيات بتغطي الاهتمام الشعبي المحلي لاهتمام إقليمي. احنا لقينا النهاردة عبلة الكحلاوي ترند في مصر، ترند في الخليج، ترند كمان في السعودية. هي قعدت في السعودية فترة وكانت بتدرس في السعودية وكان لها دروس كتير، فكان في اهتمامات كتير جدا. أكتر الحاجات اللي اتقالت على عبلة الكحلاوي على السوشيال ميديا كان ليها علاقة بأن كتير جدا متعازي على المستوى العربي، فده جزء كبير جدا من قوة النعمة المصرية بتتحقق بشكل أو بآخر. فكرة أنها كانت من القلائل اللي قدروا يجمعوا ما بين العلم والعمل، يعني دي كانت بتشتغل على الأرض، دي ما كانتش لا تدعو بالحسنى لكن تفعل الحسنى والبقيات الصالحات. لو هي كمان النهاردة تزعلها مجموعة من الفيديوهات، تشير لها فيديوهات من بداياتها وكيف اتجهت إلى هذا الاتجاه لما راحت، لما شافت السيدة زينب في المنام ولما راحت لقت العلم بيفيض عليها وإليها حاجة، فكان في كتير جدا من الفيديوهات زي ما حضرتك قلت اهتمام كبير جدا، وكان برضو من ضمن الملاحظات اللي اهتم بيها الناس كتير جدا انها مش من العالمات اللي اقحمت السياسة اوكي، وكانت على مسافة كبيرة في معظم الاحداث السياسية. هي كان حب مصر عنوان طول الوقت. الست دي انا قابلتها اكتر من مرة وعملت معها اكتر من لقاء، كلمة الدعاء لمصر طول الوقت وفي كل الأزمات كانت شيء بيزلزلك من جوه. عشان كده شفنا النهاردة كل الشخصيات وكل علماء الدين وكل كل الناس، كل اهتمام الناس شعبي، اهتمام شعبي كبير. الأزهر كانوا بيعزوها، كان كان في لقطة كده على الهامش لكن أثارت كتير جدا من الجدل أو من الكوميديا على السوشيال ميديا فيما يتعلق برضو بوفاة الفنان عبلة كامل. خالد الغندور الأستاذة عبلة الكحلاوي، عبلة الكحلاوي سوري، خالد الغندور كان ليه تعليق بيتكلم عليها وبيترحم عليها، ويبدو أنه يعني خلطها ما بين السيدة ياسمين الخياء والاثنين كانوا اصدقاء. أيوة. فربما طبعًا يكون ده من خطأ. ونعيتها السيدة ياسمين الحصري نعيا مؤلما يعني. واحنا مرة تانية طبعا بنقول لكل محبيها ان شاء الله تكون من اهل الجنة وربنا يرحمها، ومن احبه ربه زي ما بيقولوا حبب فيه عبده، ده وعد من ربنا ودايما ربنا يرزقنا كده ماشي على خطام. عندنا في الدراما في مسلسلين، مسلسل لؤلؤ بقاله فترة كبيرة جدا عامل حالة من الجدل وحالة من الانتشار بأمانة على مي عمر مي عمر طبعا، والاشراف على الاخراج واكتر من كلمه. لما نيجي نبص هو الناس بتتكلم ايه عن المسلسل وردود الفعل، هو اثار ردود فعل كبيره جدا. كم العربيات واللبس اللي بيظهر فيه شيء مبزع، والمسلسل مصروف عليه مصروف، وكان في اكتر من حاجه. كان في حاجه برضو ده كان بوست مشهور جدا، مقارنه ما بينها وما بين سعاد حسني، واثارت يعني كتير من الجدل ما بين الموافق واللي مش موافق، لكن دي برضو كانت من الحاجات اللي في دايره الاهتمام فيما يتعلق بالمسلسل ده. معانا مسلسل تاني برضو كان ترند وكان فيه اهتمام كبير جدا ليه، وكان دي اول حلقه ليه، هو كان بيذاع على وسائط رقميه في بيتنا روبوت، وفكرة كوميدية وشباب فيها هشام جمال الموزع الموسيقي وليلى سيف، فكان هو الروبوت. فكان مسلسل ده روبوت ده صديقنا عمرو. طيب وعندنا برضو من ضمن الحاجات اللي كانت ترند أغنية محمد رمضان، واحنا بنجهز حاجه ليها بحيث نشتغل بشكل معمق الاغنيه في خلال اقل من يومين، بنتكلم على 2.5 مليون مصباح علاء الدين في يومين. مصباح علاء الدين الفيلم، الاغنيه دراما وفيها قصه كبيره جدا يعني، وبعدين فيها اولاده، مطلع فيها اولاده الاثنين في لا هو مطلع نفسه هو البطل، قصته بنته تاني، بنته طلعت جزء وابنه اعتقد طلع حاجه صغيره كده في الاخر. الاغنيه تقريبا مكسره الدنيا، ويعني حتى لسه كنا بنتكلم من شويه عن رمضان الله. يعني احنا بيقولوا عليها ترند في 17 دوله كمان صح؟ الفيديو ترند في دول عربيه كتير جدا، احنا عاملين ليها تحليل رقمي لمحمد رمضان للدول والاهتمامات دي، بكره هنعرضها بشكل طيب. اعبر كده عالميا. عندنا فيلم جودزيلا ضد كونغ كينج كونغ، وعندنا تاكوما في واشنطن في امريكا كان فيها شويه مظاهرات، ودي برضو من ضمن الاحداث اللي اثارت كتير جدا من الجدل. يا ريت نبص على الفيديو لان الفيديو بتاع حادثه
الحكومه ده كان من الحاجات. هي كانت عربه شرطه في مسابقه ويبدو ان في حدث ما وفي كتير جدا من المشجعين. يلا يلا ورينا. طيب في امريكا ده في امريكا في واشنطن. اوكي ومفروض في تحقيق على الموضوع. الجميل الحمد لله يعني مفيش حوادث مفيش حادثه قتل حصلت من الموضوع ده. هو سبع عربيات ويبدو ان في امور ما ولسه المفروض الامر تحت تحقيق. القصه الاخيره اللي معانا في الكويت مذيع كويتي اسمه محمد مؤمن اعلن بفيديو ليه عن تغيير ديانته للمسيحيه. اثار الامر الكثير من الجدل في الخليج وفي الكويت تحديدا خاصه ان هو مذيع وعمله ببث حي. ده والده من مؤسسي الاذاعه الكويتيه بالظبط. فهو شخصيه كمان معروفه في الكويت يعني وكان مراسل لاكثر من برنامج وحتى بطوله الخليج الاخيره او قبل الاخيره كان ليه تعليقات كتيره جدا والامر اثار الكثير من الجدل بصراحه. نعم. وده كان من ضمن الحاجات اللي احنا يعني ما اعرفش هيبقى في وقت نعرض حاجه ليها ولا لا لكن دي كانت اهم الترندات او اهم الاحداث اللي اهتم بيها المصريين والعرب خلال الساعات القليله الماضيه. احنا بنشكرك جدا. شكرا جدا ليك. نورتنا. شكرا ليك. بعد الفاصل ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى في حوار حول 25 يناير 10 سنوات مرت حتى الان على الثوره التي غيرت وجه مصر. شايفها غيرته ايجابي ولا سلبي؟ ده اللي هنناقشه النهارده. ما شهدته مصر في العشر سنوات اللي فاتت مش بسيط ابدا. أعتقد سلسلة من التغيرات والأحداث اللي لازم نقف ليها مرة تانية، لكن لما نيجي نقف ليها مرة تانية لازم نقف من خلال عين شافت وشاركت وحللت وموجودة معانا النهاردة في الاستوديو زميلنا العزيز والكاتب والمحلل أستاذ إبراهيم عيسى. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ كريم. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ خيري منور الدنيا. ربنا يخليك. عشر سنوات تنهيدة دي فيها حاجة على أصول لا خالص التنهيدة ساخنة الملتهبة من البداية قلت إن أنا حتى جسر التنهيدات ده على أيوة. عشر سنوات مرت على 25 يناير. أنت واحد من الذين مهدوا لهذه الثورة عبر تاريخك المهني وأنا كنت شاهدا على ذلك ثم كنت مشاركا ثم منقلبا على نتائج بعض نتائج هذه الثورة ثم مشاركا في 30 يونيو. ما زالت النظرة إلى 25 يناير ما بين الكراهية وما بين الحب وما بين عدم تحديد موقف. أنت بتنظر لهذه الثورة الآن بعد 10 سنوات إزاي؟ هو زي ما قلت كده دي سمة يعني أستاذ خيري موجودة في قرايتنا للتاريخ كلها وفي تعاملنا مع التاريخ أستاذ كريم اللي هو التعامل العاطفي مع أحداثنا التاريخية. حتى الآن يوليو ما زالت موضع خلاف عاطفي أيضا بين من يكرهها ويعتبرها لعنة جاءت على مصر ومن يعتبرها شيء عظيم غير شكل المنطقة. فإحنا قصاد المشاعر لما بتيجي تحكم أو تقيم لحظة تاريخية ما زي 25 يناير بتبقى ده المشكل الكبير فيه إنه في عاطفة متأججة بالحب يصل بها لدرجة التقدير التقديس التعظيم التفخيم ودرجة من درجات التهوين والانتقاص والاتهام كمان. المنازعة دي بين العاطف والمشاعر بتخلينا مش قادرين ان احنا نقرأ المشهد صح ولا نشخصه صح وبالتالي ولا نستفيد منه حتى ودي مشكلة كبيرة يعني. وانا اقبل انه يبقى في مواطن عادي يقول انه ما بيحبش 25 يناير ويسب فيها ويلعنها ماشي دي قضيته يعني. لكن لما يعمل ده مثلا نواب في برلمان او لواء او مسؤول او وزير ما ينفعش لانه 25 يناير ده في الدستور المصري انت جزء من مسؤوليتك وجزء من مهام وظيفتك انك بتقسم على الدستور وتحترمه. اي حد مش عاجبه 25 يناير هو حر الا المسؤول او الموظف العام داخل الدولة المصرية ده قسم على الدستور. اي كراهيه ليناير معلنه منهم او انتهاك لها هو انتهاك للدستور واخلال بمهام الوظيفه. فانا زي ما بقول لك انا ما عنديش مشكله في مشاعر وعواطف الناس تجاه 25 يناير لو كنت مواطنا حرا طليقا انت مالك يعني اللي انت شايفه يعني رغم التناقض الغريب بين ان دستورك بيقول انها ثوره عظيمه رائعه جميله وانت بتقول انها مش عاجباك انت حر. انما ان يبقى في مسؤول او موظف عام او رجل شخصيه عامه
او حد جوه المنظومه اللي بتدير او بتشتغل في العمل العام، اعتقد ان هو ده بيبقى انت معترض على انه معترض على انه يعلن ذلك، ولا معترض على انه يشعر بذلك؟ لا يشعر، هو حر. أيوة. ليس تمام. على قلوب مصادره تمام. انما انه يعلن ده خصوصا حتى لو بيشعر بيه وبيمارس سلوكا يبدو متناقضا مع 25 يناير فهو المفروض يستقيل، لانه انت دي دوله دستور ودوله قانون، والدستور بيقول ان 25 يناير ثوره مجيده، فما ينفعش يبقى في تضارب والتضاد ده. يبقى انت راجل مش مع ده، مع السلامه. انت ما انتش رجل دوله، وانا بسالك دلوقتي لست كرجل دوله، ولكن انت رجل باحث وكاتب وتقوم بمهام عديده كده لها علاقه. ما هو الرغبه هنا اللي هو هل مثلا المفروض ان احنا نقيم 25 يناير؟ لما بنقيمها بنقيمها زي اي حدث تاريخي مهم. أيوة جدا. انت بقى بتنظر لها ازاي؟ ابراهيم عيسى دلوقتي لو الناس عايزه تخرج بتصور ابراهيم بعد 10 سنوات عن 25 يناير 2011 تقييمها باثارها الايجابيه والسلبيه. صحيح. انت بتشوفها ازاي؟ انا بشوفها بمنطق انه اي ثوره لها اهداف ولها نتائج، وده موجود في برضه تاريخنا كله. يعني لما نشوف حتى الثوره نبدا، انا رايي ان الثوره الام والاعظم هي ثوره 19 والثوره اللي فيها يعني ملايين المصريين وفيها مواقف عظيمه وفيها كفاح المصريين ونضالهم ومظاهراتهم واستمراريتهم. شايف انها اعظم ثوره في تاريخ مصر؟ طبعا هي الثوره الام والحقيقيه يعني والكامله، وفيها مواصفات الثوره ومعاييرها اللي بيحددها علم السياسه، ولكنها واحده من افشل ثوراتنا على مستوى النتائج الاهداف. ليه؟ لانه كان هدف ثوره 19 ايه؟ الحصول على استقلال مصر. لم نحصل على استقلال مصر، لكن من نتائج ثوره 19 نتائج عظيمه اللي هي ميلاد الوطنيه المصريه، الحركه الشعبيه المستقله اللي الوطنيه المصريه الليبراليه المصريه، التعايش، الناس لقت نفسها كمصريين، لكن كاهداف للثوره فشلت تماما. لما تبص لثوره الثوره العربيه مثلا، احنا بنطلق عليها الثوره العربيه وده تعبير حديث، يعني في وقتها ما كانش عليها الثوره العربيه، وبعد ثوره يوليو بقى الاهتمام قوي كان الثوره العربيه الثوره الام ليوليو مش ثوره 19، فبقى في تمجيد وتعظيم منها والكلام عنها باعتبارها ثوره العربيه وما الى ذلك، ودي الثوره الوحيده المنسوبه لشخص، يعني الثوره العربيه منسوبه لاحمد عرابي. نعم. الاولى كان يبقى الثوره الزغلوليه لانه دي الثوره الاعظم يعني، لكن عموما لما تبص الثوره العربيه بمقاييس كتب الدراسه اللي درسناها يعني اهداف ونتائج، الهدف كان حياه ديمقراطيه عادله جوه المجتمع المصري اللي كان بيسيطر عليه حكم فرد زي الخديوي. الهدف لم يتحقق اطلاقا، والنتيجه كانت كارثيه، احتلال مصر 74 سنه من الانجليز. فمش بالضروره انه الثورات بتحقق اهداف رائعه مشرقه، تحقق اهداف تحقق نتائج. هدور على 25 يناير، عشان كده بقول لك انا بدي مسطره معايير بس نحسب عليها يناير، لان يناير جوه سياقنا التاريخي مش حاجه جت من السماء ومشيت. ف 25 يناير كان لها اهداف وكان لها نتائج، اما اهدافها ايه؟ احنا لما نقعد نتكلم دلوقتي عن 25 يناير واهدافها، الحقيقه كان في الشعار المشهور عيش دول حريك عدالة إنسانية أو كرامة إنسانية، وده كان شعار يساري وكان في يعني اقتباس من ثورة تونس زي شعار الشعب يريد إسقاط النظام. لو كنت سألتي وإحنا كنا في المظاهرات يعني بالملايين، لو كنت سألتي حد هو إيه بالظبط إسقاط النظام، مش عارف يعني أنا نظام بالظبط ونسقطه إزاي وتعني بيه إيه وتعني ولا بيه. فالأهداف أحد مشاكل ثورة يناير أنها لم تكن واضحة الأهداف ولا محددة الخريطة ولا ذات قيادة واضحة ولا منظمة ولا أي حاجة، وده اللي بيخليها ثورة حقيقية بالمعايير اللي هي مش ثورة محركة أو يعني مدبرة أو وراها أعصاب. كل هذا كلام أنا رأيي أنه هراء سياسي اللي بيقول أنه وراها ووراها وحاجات دي، لكن الاستغلال ممكن نوصله بعد كده. الاستغلال حصل، ده طيب. موضوع أوكي. محسوم تماما. انما الناس خرجت عشان ايه؟ الناس لو تلاحظوا وتفتكروا كويس انه احنا في العام الاخير كان 2010 عام كان في مبارك، رئيس مبارك بيتراجع عن حكم 29 سنه فاتوا، هو كان حكم انت عندك وقت ولا ما عندكش وقت؟ يعني 29 سنه كان بيضار بما يعرف بهامش الديمقراطيه، بما يعرف ب يعني الحد الادنى من الحراك السياسي، بتكلم عن الحد الادنى،
بما في صحافه حره احنا جزء من ثمرتها يعني احنا في شغلنا المهني وان كان في سياسيه ممكن من خلالها شباب ينخرط يبقى له دور في المجتمع فبالتالي يبقى في متنافسه. لحد ما كان في هامش ديمقراطي الابداع اللي بتاع صفي الشريف ده هو ده اللي كنا يعني شغالين بيه 29 من 2005 سنة. هذا الهامش بدا وبدا يعلو لا جداً. هو بيعلو بعد خمسة يعني لا الهامش موجود من اللحظه الاولى انه في احزاب وفي انتخابات وفي 87 انا بتكلم على الاعلام تحديدا بدا قوي لا وحتى كان في الهامش موجود حزب الوفد جران الوفد جران الاستاذ مصطفى شردي وقتها رئيس التحرير كان جران مدوي في نجاحه وبعد كده جمال نعم. بدوي حزب الشعب كان جران الشعب اصل حزب العمل كان وعادل حسين لا يعني كان فيها مش من النوع ده اتسع بعد 2005 اكتر عظيم لكن لما نبص في 2010 هنلاقي تراجع عن كل هذا الهامش بقى قفل الهامش ليه هو يبدو انه كان في رغم من محاولات الانكار اللي انا رايي انه انكار ساذج جدا لموضوع التوريث لكن انا رايي انه التوريث هو اللي عمل حاله الدفعه الاخيره لإسقاط المشهد السياسي برمته بنخبته وبرضه لما تشوفي في 25 يناير حاجة غريبة جدا النظام بكل قوته دي وكل الهيمنة الأمنية و وقع فيه من صلاة الظهر لصلاة المغرب يعني ليه؟ لأنه النوع ده من الأنظمة نظام اللي بيبقى قائم على قوة الخوف اللي يملكه بس الخوف خوف الناس فاول ما الخوف يقع خلاص ما فيش قوه خالص لانه مش قوه القبول العام يعني لو الناس عندها قبول عام باللي بيحصل ورضا مشترك باللي بيحصل فمش هيبقى فيه الحاله الهادره من الرفض هل الاهداف دي تحققت هل اهداف يناير اللي هو عيش حريه اسقاط النظام بالمعنى انه تغيير الرئيس مبارك حصل واللي ساهم فيه الرئيس مبارك نفسه لانه برضو لما يجي طول الوقت تسمعي كلام على انه احنا مش عايزين نبقى زي سوريا وليبيا والحاجات دي اللي عمل الحاله دي هو اصرار رؤساء هذه الدول على البقاء ومصادمه حتى النهايه مع شعبه على طريقه محمد مرسي لكن الرئيس مبارك خد قرار الرحيل على طريقه زين العابدين بن علي وكان خروج اعتقد انه وفر كثيرا من تطورات لم تكن يعني منتظر الناس يعني يحسب له هذا الخروج يحسب له طبعا الاستجابه دي زي ما حسب للملك فاروق انه مع السلامه جلاله الملك قال لهم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قام ماشي نعم. فالحاله المصريه دي حاله مهمه يعني لازم مختلفه نبصر. شويه عن ما حدث في الدنيا اذا كان الهدف ده فقد تحقق ماشي اذا كان اسقاط انما تغيير النظام بمعنى بناء نظام ديمقراطي مكتمل الاركان يبني ديمقراطيه كامله الاجابه لا لم يتحقق ذلك ده بسبب اختطاف الثوره من قبل جهات ما او انها استغلت من قبل جهات ما ولا كان السبب اسباب كتيره منها بنيه الثوره نفسها زي ما بقول لك الثوره لازم الدروس اللي نعرفها بوضوح انه ما فيش قياده يعني ما فيش خطه يعني ما فيش مشروع يعني ما فيش خطوات معلومه ما فيش تنسيق ما فيش قدره على اتخاذ القرار وتنفيذه كل المشروع ده كان مشروع فيه حماس وفيه براءه عند شبابنا ومرتجل. بعض شبابنا لكن كمان من اللحظه الاولى اللي حصل ايه وده برضو جوهر الحكايه انه لما حصل 25 28 يناير نظام الرئيس مبارك قرر من اللحظه الاولى انه ينزع من الثوره دي شعبيتها وانه يتكلم على الشباب انها ثوره شباب حتى خطاب مبارك الاول كان بيخاطب فيه الشباب اللي نزل والشباب صفا الشريف عمل مؤتمر الصحفي الشهير بيتكلم على الشباب وما تضايقوش والشباب حتى كل البرامج اللي قبل 28 يناير من الفضائيات كلها كانت شغاله على الشباب ومش الشباب وطلب والشباب له طلبات وست الرئيس رموز سياسيه كانت مشاركه ورموز شخصيات عامه كانت مشاركه ما هو كل ده حتى المجلس القوات المسلحه المجلس العسكري بعد كده قعد لمده شهرين ما بيقابلش اي شخصيه سياسيه بيقابل الشباب بس فحصل نوع من والشباب كان صدقوا ان دي صوره دي بتاعتهم هم ده الجزء ده اللي عمل مشكل كبير في ده عمل صراع فيما بينهم وفيما بينهم وفيما بين الائتلافات ورئيس الوزراء مكتب ينقوا مجموعه من الشباب دول ويبقى المجموعه الثانيه لا صحيح بس هو في بقى طبعا النظام لعب عليه الاخوان لعب عليه الشباب نفسه ببراءته بمثاليته تم استقطابه طبعا يعني فبقى في مشكلة انه ما عندكش قيادة واضحة حتى دكتور البرادعي كان رمز للثورة لكن ما كانش فيه اجماع من قبل فرق وشرايح جوه
منظومة الثورة أو يعني وهو لم يستطع أيضا، هو كان فاشل في تقديم نفسه حقيقة، هو مجموعة من النخب من المثقفين هم اللي أحاطوا به وأدوا له الهالة دي، لكن هو ما استغلهاش. بس هو مع موضوع فاشل ده موضوع نتكلم فيه، إنما إنه هو كان أحد المرتكزات الرئيسية ل 25 يناير وما بعدها، ده مسألة ما فيهاش فصال. كان بريقة أمل لشباب كتير جدا إن عندنا نماذج تستطيع أن تقدم رؤية واضحة ومؤمنة بالعمل الجماعي، وليس أنا الشخص الوحيد أو أنا المدير الوحيد أو الشخص صاحب القرار الوحيد، ودي كانت بالنسبة لهم ميزة افتقدوها تماما في القيادات، وهي مفتقدة. يعني أنا ممكن أناقشك كتير في الحكاية دي بس ما عندناش وقت، لكن اللي اقدر اقوله بوضوح يعني انه الفتره دي فتره اهتزاز، عدم وجود وضوح للرؤيه وللقرار، حتى هتلاقي القائمين على التحدث باسم الثوره وقتها يعني في قصاد استفتاء تعديل الدستور، الناس بتقول نعم وناس بتقول لا، اللي هم مع بعض يعني. ثم حصل بقى المشهد الكبير بتاع اختطاف الثوره من جمهورها ومن شبابها الى صالح التيار الاسلامي، والحقيقة وجهاز الدولة، يعني جهاز الدولة ارتضى التيار الإسلامي حليفا في مواجهة يعني كل مشروع الثورة ده. طب عايز أسألك سؤال في النقطة، أنا آسف. اتفضل. ألم يكن الرئيس الراحل حسني مبارك، ممكن على نتائجه على فكرة، حكينا عن أهدافه بالضبط، هنرجع للنتائج تاني، ولكن ألم يكن الرئيس مبارك، وأنا بتكلم عند النقطة اللي أنت وقفت عندها، فكرة الاختطاف ودخول الإسلاميين على الخط، ألم يكن الرئيس مبارك لديه رؤية في هذا وحذر من أن النتيجة ستقع في يد الإخوان؟ الجزء الثاني، هو أنت كنت شايف فيه أي قوة مؤهلة، ولا هو النظام اللي أنت بتتكلم عن تغييره كان موجود في الجذور وفي الأرض وفي البيروقراطية المصرية، فأنت كنت بتتكلم على إيه البديل؟ ظهور الإسلاميين هم القوة الحقيقية اللي موجودة على الأرض كان مقابل الحزب الوطني والنظام اللي بيمثل النظام أو الدولة يعني. أجهزة الدولة، ففي النهاية أنت كنت عايزة تروح لمين ثالث؟ فين القوة الثالثة اللي انت متوقع انها تروح لها؟ هي كان المفروض تروح لفريق حقيقي، والفريق الوطني اللي هو كان وراء 25 يناير بكل تنويعات واتجاهات، بس ما كانش منظم في الوقت ده يا استاذ ابراهيم. وعشان كده ما هو ما كانش منظم ولا كان موحد وضباب الرؤية، وما كانوش كمان عارفين اللي هو هم كفاية ولا ايه، اللي هو مجموعة الجمعية الوطنية للتغيير، واللي هو كفاية، واللي هو كان وقتها حزب الجبهة، وفي شباب ابريل وكل المجموعات دي، فأصبح أرخبيل قدامك، وكل واحد كل جهة بتنزع من الأرخبيل ده جزء فتعمل هزة، فضلا على التسرع الشديد في أنه نعلن انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، ودى إلى صراع انتخابي سياسي مش بناء وطني. وده الفكرة اللي كانت بتتقال وقتها، أنه يا جماعة نعمل مرحلة انتقالية سنتين ثلاثة، فلا يمكن انه انتخابات شارع قوه جاهزه عايزه، لانه في لما انت ما عملتش مساحه البناء والتاسيس. مين اللي كان مفترض يعمل ده اذا كان في ضغط شعبي طول الوقت، جمعه الغضب، جمعه المحاكمه، جمعه المش عارف، فكان يقال ان هذا التسارع في الاحداث وفي اتخاذ القرارات كان بسبب الضغط الشعبي اللي كان موجود جدا وقتها، وكان بينبغي اسكات الجماهير اللي موجوده في الميادين كل يوم والتاني، لان البلد حالها بيبوظ. جيتي الحقيقه كريمه، هو المشهد اصلا كان خاطئ من اللحظه الاولى، من لحظه ما خرج السيد عمر سليمان وقال انه الرئيس بيتخلى عن الحكم وبيكلف المجلس الاعلى باداره شؤون البلاد، لانه انت لما تتخلى عن الحكم خلاص ما عندكش صلاحيات تكلف دي، زائد ان احنا عايزين نرجع للدستور، ما فيش في الدستور يكلف فلان باقدار شؤون البلاد، انما لان الناس جالها روعه وفرحه. ايوه انت كنت هتسقط في حاله من الفراغ انه الرئيس لا افترض في الحاله دي كان يديها المجلس النواب ساعتها ايه ومين كان جاي لو لم يفعل سيناريو 30 يونيو اللي احنا سيناريو 30 يونيو كسب كتير قوي من اخطاء سيناريو 25 يناير. الخطا الحقيقي في 25 يناير احنا عصفنا بالدستور، لانه كان في مجموعه رافضه الدستور الى حد انها رافضه البناء عليه، فانتهى الامر لانه الرئيس مبارك ارتكب مخالفه دستوريه هائله مذهله لم تلفت نظر حد. وكان الكلام اللي احنا بنقوله اللي انا قلته ده قلته من سابق وقتها، ما اظنيش حد سمعه، اللي هو اوكل القياده هم سمعوا تخلى يعني ما بعدها، يعني انه ده قرار خاطئ لانه مش دستوري، فضل حتى بناؤه في صياغته مش عارف مين اللي صاغه لهم انه يتخلى عن الحكم ويكلف، بالعكس انت بتكلف الأول. وانت تخلى لكن كمان لا ده دستوري ولا ده دستوري، انت بتتخلى عن التستقيل يعني رئيس مجلس الشعب اللي يمس يدير ونمشي بقى في مسار دستوري، فلانه الوضع كان مرتبك. وهنا بقول لك انه الكل كان مرتبك، حتى النظام كانش عارف يعمل ايه، يعني اداره الحكم كانش عارف تعمل ايه في الاول،
تعالت وترفعت على 25 يناير باعتباره حدث هش وهيعدي، و 12 دخل كذا مدرعه ضربت ميه وبتاع، فالناس مشيت وافتكروا الموضوع خلص. على فكره استاذ ابراهيم، يعني بمناسبه التضارب وكل الناس كانت متفاجئه ومش عارفه تعمل ايه، في الكتاب بتاع اوباما اللي كتبه ابروميس لاند كان من ضمن الحاجات اللي قالها ان هم كمان نفسهم مفاجئين. كانوا متفاجئين وانقسموا وانقسموا لجزئين، جزء عايز يعمل دعم لمبارك بصفته حليف، وجزء تاني عايز يدي مسار للديمقراطيه. وده نفس اللي طيب ودينا النتائج. حصل بقى النتائج ايه؟ نتائج الثورة يناير اللي حصل، نتائج انه استغلال التيار الاسلامي لهذه الثورة ولهذه الضبابية في الصورة وفي المشهد، وبنوا تحالف مع جهاز الدولة وسيطروا على الانتخابات في شقيها البرلماني والرئاسي وتولوا حكم مصر، ثم انتهى بقى بثورة المصريين في 30 يونيو. دي من نتائجها. انما ايه الايجاب اللي حصل؟ يعني اتصور ان احنا لفينا ورجعنا تاني، يعني ما يعني ما احنا يناير انتهت الحركه دائريه مش حركه للامام، احنا طلعنا لفينا كده قمنا راجعين نفس على نفس النقطه بتاعه 25. اذا تقدر تقول عليها ثوره؟ ما هو ما عشان كده يا جماعه الثوره لا تعني انها ناجحه، والثوره لا تعني ان نتيجها عظيمه بالضروره. الثوره لوحدها كده دي تتكلم على الثوره الروسيه على ما نجحت، وعلى الثوره الفرنسيه لحد ما نجحت. لا وزي ما بكلمك على من اعظم الثورات المصريه ثوره فاشله، ايوه اللي هي 19 نعم. فايوه من حيث مقاييس حركه شعب ورغبه امه وتغيير ودفع بالمقاييس دي، مش مقاييس علوم السياسه، مقاييس علوم السياسه لازم يحصل تغيير وتراكم وكبير وواسع وعميق وحقيقي. تمام. كل ده ما حصلش في اي حاجه بقى بالمناسبه. يعني لو قررت تطبق معايير ثوره ولا مش ثوره على كل ما جرى من اول ثوره القاهره الاولى ايام الحمله الفرنسيه، لانها ثوره فاشله برضه. ما ثوره القاهره الاولى طلعت عشان تطلع الفرنسيين ما طلعوش، طلع الثوره في القاهره الثانيه برضه ما طلعوش. فاحنا نعيش في ثورات من هذا النوع، الثوره بالحاله الحماميه دي اللي هو حمم من الغضب. طب بتشوف 30 يونيو بقى جزء منها امتداد، دي نتيجه من النتائج ولا ثورة ولا ثورة يونيو دي ثورة منفصلة مكتملة حققت نتائجها؟ لا، ثورة تكمل ثورة 25 يناير، وثورة بكل المواصفات برضو اللي انا بقيسها بالمواصفات الملايين الناس الهدف، انما نتائجها ده موضوع تاني برضو. أيوة. حققت هدفها وهي اسقاط حكم المرشد. أيوة. انما هدفها في بناء دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة، ما بقاش فيها حكم ديني، ما بقاش فيها سيطرة، مش بنحكم بالفتوى. ينفع نحكم عليها دلوقتي ولا محتاجة وقت؟ لا، ما حصلش. حصل جزء كبير من أهدافها وهو التخلص الرائع والمدهش من حكم الإخوان، لكن الحقيقة من نتائجها لسه ما خلصتش من الإخوان كجماعة، كتنظيم، كفكرة، كسلفيين، كشارع في اختراق اخواني، كجهاز الدوله في اختراق اخواني، الاجابه فالنتائج بالكامل لم تظهر. خلينا نقول ان اذا كانت 30/6 اعاده مسار ثوره 25 يناير للمسار اللي كانت فيه بعيدا عن اللي اختطفوها، وخلينا نقول انها اظهرت برضو الاخوان وحلفائهم داخليا وخارجيا، وده كان جزء مهم جدا انك تعرف مين عدوك. يعني انا هقف للنقطه بتاعت ان احنا ثوره 25 يناير ممشيتش قدام، لفت ورجعت لنفس النقطه تاني. هل تعتقد ان السبب في ده كان جزء منه حيادها عن المسار بمناسبه الناس اللي جت واستغلتها؟ بمناسبتها انه ما كانش في مسار، يعني لم تكن ثوره واضحه المعالم، كانت ثوره واضحه الاهداف، كانت ثوره عندها شعارات نبيله عظيمه عامه جدا. بالمناسبه احمد عز ممكن يقول ببساطه شديده عيش حريه كرامه انسانيه، ويطلع الحزب الوطني يقول ازاي احنا حاولنا نعمل الثلاث شعارات دول، عيش ووفرنا ايه وبتاع. لو نفتكر خطاب اخير كان عامله احمد عز في مؤتمر الحزب الوطني عن عدد التكييفات اللي زادت، عن عدد السيارات، عن ان في مجتمع في طبقه متوسطه وفي مجتمع بينمو اقتصاديا. لو بنتكلم على العدد هيقول لك برضه الوظائف والبطاله، اذا المطالب الواضحه المحدده لم تكن على قائمه ثوره 25 يناير، عشان كده حتى الان ما كانش ليه معنى. كنا عايزين نروح اسكندريه، بس ولا واحد كان عارف هيروح اسكندريه ازاي، قطر ولا بقالي مواصله، ومين اللي هيروحوا، ومين اللي هيدفع الفلوس بتاعته. كان في شعار مكتوب في ميدان التحرير وقتها بيقول لي انا بوضوح انه احنا في حاله يعني ضبابيه كامله، يعني اللي هو مطلوب محاكمه مبارك واعدامه. ف
فقعدت اقول يعني طب وتحاكموا ليه بقى اذا كان اعدام واذا كنت طلع الحكم معاك؟ تلاقي الشباب مثلا عنده رغبه عارمه في انه يعمل محاكم ثوريه، محاكم ثوره، محاكم ثوره دي عار في تاريخ مصر، ازاي حد يقبل انه يطرح فكره؟ فالناس الرؤيه كانت ضبابيه جدا والناس ما كانتش مذاكره كويس. يعني احنا احد مشاكلنا في 25 يناير ان قيادتها ونخبتها وشبابها كان المفروض يكونوا مذاكرين. طب هم تراجعوا ولا تم اقصائهم؟ القيادات اللي طلعت مع ثوره في بدايتها، انا بتكلم على المثقفين والسياسيين. لو عايزين نرجع يا كريمه للتاريخ، ما فيش ولا ثوره من دوله خرجت مشيت مشوار بنفس اللي بدات بيه. صحيح. يعني لو واحد من اعظم القيادات في تاريخ مصر ثوره 19 عبد الرحمن فهمي، اللي هو تقريبا القائد الفعلي على الارض لثوره 19، سعد زغلول منفي بره، ده اطيح بيه في اول لحظه واختلف مع سعد زغلول واختفى خالص، وبقى للاسف بعد كده رئيس تحرير حبس. استاذ خيري عارف يعني رئيس تحرير حبس، الاسم بيتكتب كرئيس تحرير عشان تصدر احكام بالحبس يتسجن، يعني لروزا اليوسف. فشوفي العظمه دي، وراجل كان محافظ، كان مدير مديريه على فكره. لما تيجي نطبق دي على 25 يناير كتير بقى، ما في بعضهم في 25 يناير بره المشهد، في بعضهم في السجن، في بعضهم بره في نفس المشهد. ما فيش ثوره بتبدا بي وتمشي مشوارها بكل اللي بدات بيه. ده بالعكس، يوليو نفس ده، يوليو بعد 3 اشهر اللي معاه يعني مشوا اللي معاه 30/6 اتعلمت من اخطاء 25 يناير. خلينا نقول التاريخ زي كان بيقولوا قيادات الثورات بيحصل فيها كده في الاخر وما بتكملش، ليه ما اتعلمش اللي حصل؟ كانوا كلهم مثقفين. انا هقول لحضرتك اللي حصل في 30 يونيو، وده ممكن برضو نحكيه لما تيجي 30 يونيو. لما اللي حصل في 30 يونيو انه تم تسليم مسارها لجهاز الدولة، بناء السيد عدلي منصور رئيس الجمهورية وقتها المؤقت عمل لجنة الدستور، حصل تعديل دستوري، فحصل مسار مسار يعني مسار الدولة المصرية، اللي هو زي ما بقول لك رجعنا وقفنا تاني نفس الوقفة بتاعت يمكن نتيجة الخسائر اللي حصلت في فترة الإخوان، هي ده اللي خلانا نتراجع ونرجع نقول يا ريتنا بس نرجع لمرحلة مبارك. ايوه، ما دي الفكرة بقى بتاعت اصل برضو اللي بيكرهوا يناير يكلموا ويقول لك ايه، بيقولوا حاجتين دايما طول الوقت، انها مؤامره وانها فوضى. خليني ابدا بحكايه الفوضى دي. اذا كان يناير شهد بعض فوضى، فحقيقه الامر اللي 30 يونيو شهد بعض فوضى اكتر. يعني تسمي ايه الهجوم على 60 كنيسه وحرقهم في مصر بعد 30 يونيو؟ تسمي ايه الاعتصامات المسلحه اللي كان عاملها الاخوان في الميادين؟ تسمي ايه مظاهرات بالرشاشات على الكباري والشوارع؟ نسمي ايه غير انها فوضى؟ نسمي ايه حظر تجول؟ نسمي ايه ده؟ ده بنسميه فوضى ولا تمن؟ يعني ما هو خلاص انت خدت قرار ومواجهه. قيس بقى لو انت عايز قيس المسطره المعايير دي، انت قلت خلاص هنسميه مواجهه. ايوه، وما كانش ممكن نتخلى عن 30 يونيو عشان خاطر اصلي خايفين من المظاهرات المسلحه. تمام، هي نفس الحكايه في 25 يناير. لو انت ارتضيت مسطره المعايير دي، ان اللي حصل في يناير كان تمن الدفع عشان فيه، بس الفرق انا هنا بحمي مواطنين وبحمي سجون، هنا لا لا لا. انا بقتحم سجون وبقتل الناس. ما هو نفس الطرف اللي اقتحم السجون وقتل الناس هو نفس الطرف. أي، اللي خرف مظاهرات مسلحه. احنا بنتكلم على الطرف اللي كانوا مسلحين هم الطرف الاخر اصلا. في 25 يناير مش شباب ولا متظاهرين من ذلك ولا اي حاجه، اللي عمل الفوضى دي هو التنظيم اللي عملها في 30 يونيو اللي حب يستغل الموقف. فانت مش فاهم، انت ليه زعلان من يناير عشان الاخوان راحوا اقتحموا السجون وضربوا الاقسام وحصل اللي حصل حوالين الاقسام دي؟ بالمناسبه كل الضحايا او الشهداء حوالين الاقسام. ايوه، وانا في الحاله دي ما بطمئنش ان انا اقول شهداء، اقدر اقول ضحايا. انما والميدان اساسا قضيه مبارك دي كلها بتاعت قتل المتظاهرين كانوا بيتكلموا على 4 شهداء في محيط ميدان التحرير، 4، غير انه القضيه كلها كانت 39 واحد. عشان كده انت قلت في التحقيقات انا ما اعتقدش ان مبارك ادى امر بقتل المتظاهرين، ده في المحكمه. المحكمة. انما ارجع تاني واقول اذا كان الفوضى في 25 يناير من صنعهم الاخوان 28 يناير بخطه ارباك المشهد الامني في مصر باقتحام حرق 26 مقر للنيابه، محاكم، اقتحام سجون، فجنايز خلاف يناير مش مسؤول عنها، زي بالظبط ما يونيو مش مسؤولة عن مظاهرات مسلحة عملها الإخوان أو حرق للكنائس. صح. فنتواضع شوية في اللي عايزين يلصقوا بيناير الفوضى، يتواضعوا شوية ويقروا المشهد بدون عواطفه. لو أنت عايز تنتقد يناير أو تهاجمها، في حاجات تنتقد لها وتهاجمها، بس مش لدرجة إنها تنسب لها ما ليس فيها. فدي نقطة مهمة فيما يخص. طيب في نفس النقطة إبراهيم عايز أسألك سؤال. ما قلناش لسه في عندنا المؤامرة على فكرة.
هنرجع للمؤامرة، ما هي محور مهم، ولكن عايزك تحط نجعل شخص بره كده وبقول لك تبدي واحد من رموز ثورة يناير واحد من المعارضين. مش عارف رموز ثورة يناير التعبيرات دي بقى، طيب بلاش، اللي خلت واحد من الذين شاركوا في هذه الثورة وكان له دور معارض قبل الثورة بسنوات دفع ثمنه. لما اجي اشوفه بيقول لي هي ثورة يناير لفت ورجعت تاني، احنا خسرنا، البلد اتحرقت، عطلنا، الوظائف راحت، الديون زادت، الاحتياط النقدي اتنيل، شغلنا كله وقف، بقت حالتنا كربة، حتى هذه اللحظة بندفع التمن ده. هو انت عايزني احبها ليه؟ يعني ايه المبرر اللي تخليني احبها؟ مش عايز تحبها التحور. طيب لكن انا بقول لك انه اهدافها وحركتها كانت حركة استجابة لواقع استمر لمدة 30 سنة، الناس كان عندها طموحات واحلام انها تغير ده وتحقق. وهؤلاء الذين يكرهون يناير الآن ويسبونها هم الذين خرجوا في 18 يوم ينافقونها في التلفزيونات والتصريحات والاجتماعات والمؤتمرات الصحفية، كلموا عن عظمتها وروعتها وعينيها الخضراء، وبعدين يشتموا فيها تاني ويدمروها. إذا أنت بتكلم على واقع يناير نفسه مش مسؤول عن مآلاته، مآلاته دي فيها تفاعلات مختلفة. أيوة. إنما زي ما بنقول إحنا إنه إن الراجل مش مغسل وضامن جنة، مجتمع طب هو بلاش يناير، يوم 25 يناير الناس روحت وما طلعش كمان بعد كده كويس، يعني استمرار الوضع ده كان هينتهي بينا حاجات انتوا هتنبسطوا منها. يعني مثلا لو كانت تحقق التوريث وجه السيد جمال مبارك رئيسا للجمهوريه، ده شيء ألم يكن اللي دلوقتي بيقولوا انصار الدوله وبيدافعوا عن الدوله، ما كانش وارد انها اخر ولايه لمبارك ويتنحى عن الحكم زي ما قال وتبقى بهدوء ودستوريا، يعني لو اخر ولايه لمبارك كان من 2011 ل 2017 فانت برضو او ل 16 انت كنت معتقد ان احنا هنقعد مع رئاسه رئيس مبارك وهو قد تجاوز 85 في مجتمع مستقر وامن؟ يعني لا ده كان فاضل 6 شهور، ده كان الكلام عن 6 شهور. لا انه كان يرشح نفسه تاني، ما هو كان وضع ايه التعديلات الدستوريه انه، وبعدين هو البياض اللي اترمى ايه في 2010 عشان انت تقول ما ندي امل، البياض اللي اترمى الانتخابات مزوره بالكامل مش مسموح فيها حتى بالتمثيليه اللي بيعملوها. ايوه يعني، وده برضو من الحاجات اللي لازم ننتبه لها، يعني لما تقفل على الناس كل الابواب هتنفجر من مكان ما، الشباك خلص الموضوع طبعا. فانت ادي في 2010 ثم اقفل الاعلام كله ومشي الناس، مش عارف وقف برامج ايه، وقف القنوات ايه، واعمل ايه، وقف البرامج راديوهات اسمها جرايد ايه وبتاع، فانت البياض اللي اترمى هو البياض اللي من النوع ده. فانت عايز تقول لي انه كان الناس، طب بلاش خلينا نشوف مشهد رهيب حصل في يناير 2011 وفي مطلع العام الجديد ومع عيد الأباط وانفجار كنيسة القديسين، وكان مشهد مدوي وكان في تضامن وطني مذهل في مواجهة الإرهاب اللي حصل وقتها، وتحولت لأن الداخلية اللي عملت ده اتهمات انت، لا سيبك من ده، كلام برضو وهم وأكاذيب زي حكاية الداخلية اللي خرجت الناس من السجون، كل دي أكاذيب وهراء لا يصمد أمام المناقشة. إنما صحيح، مش هتعرف تقنع كاره او محب باي حاجه، خلاص هو مشاعره دي بقى قلبت اهلي وزمالك بقى، ده موضوع ملوش علاقه بالعقل. لكن لما ارجع والاقي كنيسه القديسين بيتقدم على انه اللي فجرها وقتها رجل شاب فقد البصر وفقد السمع والكلام والنطق، يعني غير مرضيه بالنسبه للجمهور، يعني ده البياض اللي اترمى يا جماعه، ده البياض اللي اترمى. البياض اللي اترمى مش ان انت بتشوفه وتحس انه في مجتمع قلق وانه في غضب وانه في حصل في تونس وانه في ايه، فتقوم عامل حركه احتوائيه وتنازلات سياسيه ورؤيه فيها احكام كده للمشهد، لا في حاله ترفع وتعالي واحنا مش تونس. هل انت كان حاسس ان في مؤامره في هذه الحاله؟ ماشي بقى، روح لحكايه المؤامره دي بحبها قوي، بحب قوي لما اقول لك مؤامره دي. نفسي اسال فعلا من يملك العقل، وبعدين اما العواطف فبرضه هنمنحيها جانبا، النهارده احنا مش في فيلم رومانسي، اللي عايز يتفرج على رد قلبي يشوفه في مناسبته، احنا بنحاول نتكلم بالعقل شويه. يتامروا ليه؟ يعني اي يعني اصل الربيع العربي دي مؤامره من الغرب عشان يقسم الدول العربيه. ليه؟ عامله له ايه الدول العربيه؟ يعني مصر مبارك، واحنا هنا في محاوله انصاف للتاريخ مش دعوه بالشخصيات، عاملين ازعاج لمين؟ يعني احنا دوله مش عامله ازعاج لاي حد، يعني احنا مش واقفين ضد مشروع اي حد،
الولايات المتحدة عندها مشروع في المنطقة احنا مش ضده، احنا معاه، في صلح مع اسرائيل وعلاقات طيبة مع اسرائيل، وكل ما يحصل حاجة في غزة بروح نصالح بين الغزاوية والفتحوية او اسرائيل والفلسطينيين. اي تطور من اي نوع، اي ايران، احنا علاقتنا مقطوعه بايران، لا عندنا سفره ولا عندنا ايه ولا عندنا رغبه في مشروع نووي ولا نووي. يا عم ناكل الناس اللي عندنا، ده كان شعار. مفيش اي تحدي من اي نوع قدمه نظام الرئيس مبارك للعالم وللغرب كي يتامر ضده، بالعكس العكس حصل، انه بيقدم له منح وقروض، انه موضع طول الوقت الكلام عن دور مصر الاقليمي، حكمة الرئيس ما في مسؤول صحيح. غربي الا قالك حكمة الرئيس مبارك. فليه يضايقهم الرئيس مبارك؟ وليه يضايقهم مصر كلها على بعضها؟ وليه عايزين يقسموا مصر ليه؟ هيعملوا ايه لما يقسموا؟ طب اذا كان في تعامل يبقى كان حصل. سؤال مهم، مين اللي اتكلم عن الشرق الاوسط الجديد، احنا ولا هم؟ لا، الشرق الاوسط الجديد في سياقه، مش الشرق الاوسط الجديد ان احنا نفككه. وين مين قال ان احنا كنا مولودين تحت عنوان الشرق الاوسط الجديد؟ الشرق الاوسط الجديد اللي هو بيتحقق دلوقتي حضرتك. فده يعني ما هو كان هيتحقق برضه، ما هو الشرق الاوسط الجديد اتحقق الان من الدول المستقره. انت ضربت مش العراق، من ليبيا ولا اليمن ولا سوريا ولا سوريا ولا ليبيا ولا الجيوش الكبيره. انت ضربت العراق في احتلال مباشر وغزو امريكي واضح وفاضح، تمام، مش بمؤامره. مؤامره ايه؟ لما يضرب بالصاروخ وبيخش بالبتاع، بقى التغيير من الداخل، مش لازم انا اروح باسلحتي واتورط في هذه البلدان. بالعكس يا خيري، لو انت قريت الغرب هتكتشف انه اللي حصل في العراق خلوهم مش عايزين يعملوا كده تاني ابدا في اي دوله، هما ما دخلوش بما فيها في سوريا. بما فيها سوريا اللي لعب دور في زياده الفوضى وعمل حرب اهليه حقيقيه هي بعض الدول العربيه اللي ضد سوريا وتركيا وإيران. تدخل يعني ده لا يرتبط مع النظام. طب خلينا نرجع لموضوع 25 يناير، قوه اخرى بتتكلم. انا رجع 25 يناير في فكره المؤامره. يا جماعه، كي نكون موضعا لمؤامره لابد ان نكون قد هددنا احدا، فيجب ان يلحق ويتامر علينا ويفشلنا احسن احنا خطر عليه. فالسؤال، هل نحن في 2011 ونحن هنا تشمل الوطن العربي كله كنا خطرا على العالم في حاجه؟ يعني هل ليبيا القذافي كانت خطر على العالم في حاجه؟ ده راجل كان هدي خلاص ودفع تعويضات وسمع الكلام وبدا يتكلم على اسرائيل مش عارف ايه. هل علي عبد الله صالح كان عامل اي ازعاج؟ اذا انت بتنفي نظريه التغيير الكوني. خلاص خلاصه الجمله دي ان ابراهيم عيسى شايف ان مش نظريه المؤامره ليس لها مكان في موضوع الاحداث اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. انا مستعد احلف لكم على مصحف ان في حد يقنعني. استنى، عشان عندنا كنا عندنا خطر فظيع رهيب، وكنا بنستعد لمخترعات رهيبة وتقدم اقتصادي مذهل، وعندنا مشروع نووي يجبرها، نعمل خلاص مستهدفين. إذن في نفس القضية بتقول لي ان لم يكن هناك اهتمام بالإخوان المسلمين، ولم تكن هناك فكرة ان الطيارات الإسلامية في المنطقة. ده حصل بعد 25 يناير. نروح لسوريا ومصر والمثلث ده. لا، نروح للاستغلال بقى. الشيعي السوري لما تيجي تقرأ مذكرات هيلاري كلينتون، لما تقرا مذكرات اوباما تعرف ان مذكرات هيلاري كلينتون نفسها اوضح لنهايه اللي جت. ايوه، وقعدت في السفاره مع شباب من الثوره وخرجت كتبت في مذكراتها بوضوح، شافت حاله من الارتباك والعدوانيه والانقسامات والاختلافات، وقالت ان المقال ده كله رايح اما للاخوان او الجيش. وهنا يطلع بقى السيناريو بتاع ادماج الاسلاميين والانتصار للإخوان لأنه جهة الوحيدة المنظمة، وسيناريو أوباما بقى اللي احنا بنخشاه انه يرجع تاني بايدن شايله بصياغة مختلفة، اللي هي إدماج الإسلاميين وماله لما الإسلاميين يحكموا. ليه؟ لأنه هم كانوا شايفين انه ده الوحيدة الوحيدة المنظمة، واللي قال انا اسف يعني وتاني شوية عيال مالهمش كبير ومش هنعرف نلومهم، كان عايزين حد عاقل يكلمه. وبدليل برضو انه بعد ما حصل 30 يونيو بكل اللي عمله الغرب لقوا حد عاقل يكلموه فكلموه وقعدوا معايا يا جماعه. وما حصل، ومصر بعد 30 يونيو المعونات الامريكيه استمرت موجوده خصوصا للجيش المصري. فرنسا وقعت معاك عقود شراء اسلحه، والمانيا وقعت معاك وسيمنز وغيره. فانت هم عايزين بس حد كبير يكلمهم. فانت في 25 يناير لم يكن في المشهد بالنسبه لهم غير الخيارين، خيار القوات المسلحه اللي هي بدت وكانها مكمله لمبارك، فهم اختاروا خيار ان احنا هنراهن على العمائم دي، وحصل اللي حصل.
تمام يا اخي وحشني الحوار معاك. الله يحفظك والله. وانا شخصيا سعيده بيه جدا يعني اول مره نتحاور حوار وقتنا يسطر وقتنا خلص بس عشان ده رضا ربنا علينا بس حوار ممتع. عايز اسالك سؤال اخير شخصي. ضميرك مرتاح للشهاده التي ادليت بها امام محكمه النقد في قضيه الرئيس الراحل والاسبق محمد حسني مبارك؟ طبعا مرتاح جدا. دي بصوا يا جماعه انا هقول لكم وربنا ما وقعكم الوقعه دي تبقوا شهود في محكمه متهمين. احنا متهمين كتير لكن كشهود بقى شايف بقى انا رايي حاجه صعبه جدا شفيق. ده فيها جلال ورهبه هائله انك انت بتروح تقول شهاده لله وشهاده للمحكمه. دي حاجه ليست سهله. والشهاده دي بالذات قعدت فيها سبع ساعات بقول لي بشهادتي. والشهاده شقين، شق كشاهد مشارك في المظاهرات وشق اخر. ويعني رئيس المحكمه المستشار الجليل كان دايما يعني يكرمني بتعبيرات من نوع ومن انطلاقا من كونك باحث سياسي متميز ومن محلل سياسي عظيم كمحلل زي خبير الفني اللي بيجيبوه في القضايا كده. فده الشهاده. انما طبعا شهادتي انا 42 صفحه بخط اليد الامين السر كاتبها يعني او سكرتير الجلسه 11000 كلمه تم اختصارها كلها في كلام شديد السذاجه وما حدش بذل مجهود حتى كانه يقراها يروح يشوفها يعرفها موجوده في الفتره القضيه. انما طبعا تقولات ويقول لك ابراهيم عيسى برأ مبارك يعني في 1000 شاهد في القضيه دي على فكره. فابراهيم عيسى هو اللي برأ مبارك. انما انا عشان اللي ازعجهم ايه اني سئلت من الجهه دي من حيث كونك محلل سياسي وكاتب عظيم والكلام واوصاف يعني رئيس المحكمه اصبغها علي بكرم شديد. هل تعتقد ان المتهم محمد حسني السيد مبارك قد امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين في مظاهرات 25 يناير وما تلاه 18 يوم؟ فانا اجابتي وربما العوده للاجابه دي نصا تبقى مهمه قلت ان انا اعتقد ان الفريق محمد حسني مبارك قائد القوات الجويه في حرب اكتوبر ورئيس الجمهوريه السابق لا يمكن من وطنيه هذا الرئيس ان يامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين والا كان الالاف من الضحايا والقتلى. برضه مندهش جدا يا جماعه لو مبارك كان ادى اوامر باطلاق الرصاص كانوا وقعتوا الاف من احنا كنا في الميدان وعارفين لو واحد وقع بالكعبل وراه 100 ما بالك بقى بقتل وضرب رصاص. صح وده امر مباشر. هيجي يقول لك يعني الناس ما ماتوش يا سيدي ماتوا بس مش باوامر الاطلاق الرصاص. صحيح. وبطريقه وبشكل مختلف. وقلت اعتقد وهنا انت كنت محلل سياسي. صحيح. هي شهادات هنا شهاده خبير فني في المحكمه. المحكمه بتحاول ان تكون قناعاتها. تمثل للمحكمه جزء باللي بيكون ضمير المحكمه. ايوه بالظبط. فانا اعتقد حتى الان واذا سئلت حتى اموت الرئيس مبارك لم يأمر بإطلاق رصاصة واحدة على مواطن مصري واحد. هذا رأيي حتى الممات وقطعي وثابت وواضح ومعارضتي وكل تاريخ المعارض للرئيس مبارك. لكن أنا لازلت على هذا الرأي وأعتقد عندما أتذكر هذا الرجل أنا أفضل أن أنا بتذكره كقائد للضربة الجوية مش كرئيس للجمهورية. صحيح. هي الجملة السر كانت هي دي رغم معارضتي الشديدة لي في فترة طويلة جدا في سنوات حكمه إلا أن الشهادة كانت للتاريخ وللمنطق وكمحلل وكقارئ للمشهد وأمام الله أمام الناس والشعب والقاضي أن هذه حقيقة واقعة بيقولها المنطق. إحنا مشكورك جدا جدا أستاذ إبراهيم عيسى على كل الرؤية اللي كل شوية كده يعني تعطف علينا وانزل من الأربع خميس جمعة وتعالى لنا يوم بس يعني احنا مستنيينك كده سبت حد يوم زيادة كده بيننا قضايا كثيرة لدينا أسئلة كثيرة في فكرك وما تطرحه من قضايا عبر قنوات التلفزيون وعبر ما تكتب وعبر السينما يعني عندنا ملفات كتير كده فحن علينا كده كل شوية بإذن الله. نعمل جلسة كل شهور يوليو بعد أيوة كل سنة طيب طيب يا فندم نشكرك جدا. موضوعات أنا زي دلوقتي كنت لسه سايب الميدان بقى أيوة. في اللحظة دي احنا الساعة كام دلوقتي أدينا بنحتفل معاك ساعة سبعة 12 لسه فاضل ساعة طيب. احتفلنا معاك ساعة بدري أكيد. حديث القاهرة النهاردة كان ليه وقع مختلف لأن اليوم مش يوم عادي ويوم مختلف. قدمنا معاكم النهاردة حاجات كتير لكن ان شاء الله بكره حديث القاهره
حديث القاهرة، القاهرة لا تنام، القاهرة العامرة، غدا أحاديث جديدة، ومصر بخير، طول ما انتم بخير وتصبحوا على خير.